يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. انا بقيت احب يوم الجمعه جدا 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 علشان دايما بيبقى الايقونه الثانيه معايا كده ايه ده صد رد. واحد عمال يقول لي انا دبلوماسي واقول له انت عصبي، لكن ايه في الاخر بنحب بعض جدا واخدين على بعض جدا. شريف فاروق زميلي وصديقي العزيز، يا مساء الفل عليك. اهلا استاذ محمد، وانا بجد سعيد ان انا مع حضرتك للمره الثانيه في نفس اليوم النهارده ان شاء الله. وسبتين اهو ان شاء سبتين. الله ربنا بص. يكملها على خير باذن الله. ربنا يكملها بالستر. طيب بص، احنا هنتكلم اهلي ولا نتكلم وزمالك اهو، علشان انت بتتهمني بالدبلوماسيه وانا بتهمك بالعصبيه. انا بتهمك، انا دبلوماسي مقلب، بتهمك ان انت بتحط السم في العسل. انا ما اعرفش، زي واحد صاحبنا بس مش هقول لك عليه. ما اعرفش، لا انا هحط السم في العسل. طب ليه بتتهمني الاتهام ده؟ عارف زي ما واحد، وهل دي شطاره ولا هل دي ايه؟ طبعا طبعا. يعني اللي بيحط السم في العسل ده شاطر. طيب، لان اعلى قيمه اعلاميه عندنا في مصر في المجال الرياضي بيحط السم في العسل. ده انت بعد الحلقه هنتكلم في الموضوع ده. بعد الحلقه هنتكلم في الموضوع ده. طيب، فانا قلنا هنختار حاجه كده حياديه اهو، هنتكلم عن المحترفين. انت ايه رايك بس الاول في لغه الاحتراف خارج مصر مش في مصر؟ احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن الاحتراف والانتماء داخل مصر والكلام ده، واتكلمنا بوجهات النظر وكل واحد كان ليه وجهه نظر مختلفه عن الشخص الثاني. لكن هنا دلوقتي بنتكلم في وجهة نظر واحدة ما بيني وما بينك، اللي هي الاحتراف خارج مصر. أكيد أنت بتأيده وأكيد أنا بأيده طبعا، وأكيد أنت بيبقى فيه لعيبة نفسك أنها تحترف، وفي لعيبة أنت شايفها لا تستحق الاحتراف، وفي لعيبة شايفها لو خدت فرصة في أي فريق أوروبي أو أي فريق خارج مصر هتلمع وهتلمع وهتلمع، وممكن تقول في الآخر خالص دي هتفيد منتخب مصر. ففي لعيبة كتيرة مرت علينا، الجيل ده، الجيل اللي قبله، الجيل اللي قبله، احترفت. في منها اللي صيته عالي، وفي منها اللي كمل، وفي منها اللي فشل ورجع. كل واحد ليه قصة، وكل واحد ليه حكاية، وكل واحد ليه ظروف، وكل واحد ليه رؤية من ناحية أنا كجمهور أو كمشاهد، شايف ده هل فادني كمحترف ولا ما فادنيش، وشافني هل هو فعلا محترف كشخصه ولا الظروف ما ساعدتوش ولا الظروف ساعدته زيادة عن اللازم. كلام كتير معايا في الكلام ده طبعا مع حضرتك، بس ليا وجهة نظر انا في الاحتراف. الاحتراف زي ما بيقولوا ايه، الجواز اسمه ونصيب. يعني الاحتراف اسمه ونصيب؟ اسمه ونصيب. طب في لعيبة احترفت يعني زي ما بيقولوا وكلاء لاعبين، الوكيل اللعيب هو السبب في الاحتراف، هو السبب في احترافه. لكن على المستوى المحلي هتلاقي كان في افضل منه عشرات المرات بس ما خدش فرصته. وفي على الجانب الاخر في لعيبه احترفت تستاهل الاحتراف وادت واسامي كتيره. وفي لعيبه ما كانتش ظاهره قوي في الدوري المصري، بس لما راحت احترفت مستواها ارتفع مع الاحتراف. طب ما تيجي نحلل يعني احتراف الاول. احتراف يا استاذ محمد، احنا ما عندناش كمصر ما عندناش فكره عنه. الاحتراف لما يكون لاعب محترف يعني سيستم حياته كلها بيتغير، اكله، شربه، عمله، ظهوره في الميديا، تعامله مع الناس. مش هنقول ان هو يعني لازم يتعالى عن، لا، فيه بيتحط له سيستم معين، هو بيبقى ترس في منظومه، ريموت كنترول، ماشي بريموت كنترول. واحنا هنا في مصر ما عندناش لا الآلية دي. تلاقي يلا عندنا تمرين نروح نتمرن، التمرين بكره الساعه كذا نيجي نتمرن، ونطلع من النادي ما تاكلوش حلويات، ما تاكلوش ما اعرفش ايه، ما تعملش ايه، انت وزنك زاد. نطلع من التمرين على الله اعلم، على الله اعلم، الله اعلم. ليه 100 شغلانه غير شغلانه كره القدم، فاتح بيزنس تاني، يعني حاجات. احنا خدنا الاحتراف من عصر المرحوم الجوهري كمسمى ده في مصر. في مصر انا بحكي كل ده عن مصر. تمام.
طبعا في الدول العربيه دول سبقتنا في الاحتراف دي، بس برضو يعني اقدر اقول لك ان مش كل الدول العربيه، حتى المملكه العربيه السعوديه فيها احتراف بس على فكره فيها دور قوي جدا، فيها دور قوي بس مش الاحتراف بتاع اوروبا. يعني لو انت طب انا ممكن اقيد معاك في الحته دي في حاجه. اتفضل. اللعيبه المصريه اللي راحت لعبت في السعوديه اجادت، ونفس اللعيبه دي راحت احترفت بره فشلت. طب انا ما ده على فكره اللي انا بقوله، ما انا بقول لك اؤيدك في الحته دي، لان المنظومه الاحتراف احنا واخدينها في الوطن العربي عموما احتراف يعني فلوس. طيب ادي اول نقطه، احتراف في الوطن العربي يعني فلوس. يعني فلوس، انا لاعب محترف، اللاعب يطلع يقول لك ايه انا محترف، انا من حقك تلعب في فريق بس محترف، تمن يوصل 50 140 مليون زي بعض اللعيبه. 140 مليون يعني كام؟ يعني 3 مليون دولار. تمام. هل في لاعب في الوطن العربي يستاهل 3 مليون دولار؟ محمد صلاح. هل في لاعب في الوطن العربي يستاهل 3 مليون دولار؟ محمد صلاح. محمد صلاح محترف فين يا استاذ محمد؟ في ليفربول. طيب انا بقول في الوطن العربي. انت قصدك لسه بيلعب، ما زال بيلعب في الوطن العربي؟ لسه بيلعب. لا، ما انا عايز اقول لك على حاجه، ما دي نقطه تانية كنا هنتكلم فيها. يعني احنا ما عندناش الاستثمار العالي في الرياضه. انا خلاص انا عندي لعيب كويس. لا انا بتكلم على حته الاحتراف، انا بتكلم على حته الاحتراف. انا مش بحكي على مصر، لكن في دول معينه زي دول الخليج بتطبق سياسه الاحتراف في ثمن اللعيبه. اللاعب يروح يخلص في اوروبا ويوصل 33 34 سنه، يجي الخليج بياخد. في لعيب في سوريا تقريبا اسمه عمر السومه. طب ما ده يسوى. في لعيب تاني برضه في السعوديه هفتكر لك اسمه، ملقبينه بمارسيلو تقريبا، برضه يسوى. هفتكر لك اسمه بس اخد اتصال. ماشي. عموري تقريبا. عموري. لا انا عموري على فكره كنت على فكره معجب بيه جدا، ويا ريت يا ريت الزمالك يقدر يجيبه. يا ريت اخد شعبان. طيب اتفضل يا شعبان. مساء الفل. السلام عليكم. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك، عامل ايه يا شعبان؟ ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ الله يخليك. الحمد لله. معاك تمام الحمد لله يا باشا. معاك يا غالي. منظومه الاحتراف زي ما حضرتك بتتكلم عنها، احنا عندنا عايزين نطورها من خلال انشاء الاكاديميات وال المنظومة اللي هي تبع المراكز الشباب والحاجات دي كلها، لأن في مواهب عندنا حضرتك محتاجة إن احنا نتبنى المواهب دي. لأن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وجه الفترة الأخيرة دي بتبني المواهب في جميع المجالات، بس احنا فعلا بجد بنمتلك مواهب كتيرة جدا، محتاجة بس دعم من خلال الأكاديميات والالعاب الرياضيه في جميع الانشطه. طيب عشان انا برضو الـ مش فاهم السؤال بالظبط، بس هل انت بتقول احنا عشان نساعد الاحتراف او نساعد ان احنا نطلع لاعب محترف بشكل كويس لو احترف بره يؤدي ويبقى كويس لازم نبدا من الاكاديميات كده، انا فاهم ولا وجهه النظر هنا مش فاهمها؟ ايوه يا فندم تمام مع حضرتك. فهمت، وصلت وجهه نظرك. طب عندك اي سؤال تاني؟ عندك اي سؤال؟ لا مشكرين. ماشي، تحياتي ليك وشكرا لمداخلتك وشكرا لوجهه نظرك يا شعبان. لا هو ممكن يكون وجهه نظر. هو بيتكلم في ايه؟ بيقول لك علشان اللعيب يحترف وما يفشلش، فالمفروض هو من بدايته حتى لو بيلعب في اكاديميه صغيره ابدا ااهله او اعامله معامله محترفين، علشان لما يكبر يروح يلعب في نادي كبير او يحترف بره هو متاسس على المبادئ دي. لا وممكن يكون يعني السؤال ياخد منحنى تاني. ماشي قول. ان هو عايز يوسع قاعده اللعيبه في مصر، يبقى عندنا يعني ايه حريه الانتقاء والاختيار. زي الكشافه زمان. زي الكشافه زمان. طب هي الاكاديميه ما بتقومش بالدور ده؟ للاسف الاكاديميات في مصر بقت في الوقت الحالي لا تهدف الا للربح. بزنس. بزنس. طب كلها؟
الا من رحم ربي بقى. ماشي، يعني ما عشان بس اللي ماشيين صح ما يزعلوش مننا. لا لا ما بقولك الا، لكن انا معاك نسبه كبيره جدا من الاكاديميات انا بشوفها هي بتعمل على، انا هايت كم، انا بتكلم بصراحه واللي يزعل يزعل، بالرغم ان معظم اصحاب الاكاديميات اصحابي على تواصل، لكن معظم ما بشوفهم انا هايت كم لاعب في كم مرحله سنيه، هاخد من اللاعب كام، هديله تيشرتات بكام، هيلعب معاه كم مباراه، هعمل له كام كار. انا بكلمك بصراحه، انا عارف ان الكلام ده هيزعل ناس كتيره جدا، وفي الاخر واغلبيتهم، معلش يا استاذ محمد، جايه يعني ايه، واخدها وسيله من وسائل النصب. لا ما اقدرش اقول كده. لا لا هقول لك على حاجه، انا على فكره مريت بتجربه شخصيه، بس مش مجاله ان احنا نحكي في مش ماشي، بس لا هي ما توصلش للنصب، ولكن هي هو وظيفه، هو راجل مدرب عمل اكاديميه، هو بيلعب على، مش بيلعب، بيشتغل على ناحيتين. الناحيه الاولى ان انا ممكن ربنا يرزقني باثنين ثلاثه لعيبه مهاراتهم كويسه، اوديهم اهلي، اوديهم زمالك، اوديهم ترسانه، اوديهم اسماعيلي، اوديهم مقاولين، اوديهم انبي، اوديهم الفرق اللي بتدفع فيهم فلوس، فبيع اللاعب ب 10,000 20,000 30,000، فبالتالي انا كسبت فيه. ومن ناحيه ثانيه الاكاديميات دي هو بيدفع اشتراك شهري او اشتراك سنوي، فبيخش لي دخل اللي هيكفيني المصاريف، الاوتوبيس والمباريات والكلام ده كله. على فكره والله الكلام ده هيزعل مني ناس كتير جدا، بس اللي حصل رزقنا على الله اللي حصل اللي حصل. طيب تعال نكمل في الاحتراف، وخلينا ناخد نقطه قبل ما اتكلم على المحترفين المصريين بره وهنعرضهم صوره صوره ونكلم في كل واحد. طب هل بقى الاحتراف المحترفين اللي في مصر، انت شايف المنظومه المحترفين في مصر، يعني انا بجيب لاعب افريقي، بجيب لاعب تونسي، بجيب لاعب مغربي، اللي هي كانت من فتره ثلاث لعيبه محترفين، وكان قبل كده في حراس مرمى محترفين، وبعد كده اتلغى حراسه المرمى المحترفين في مصر، ودلوقتي حاليا اربع محترفين، وفي كلام ان هم هيقللوهم يبقوا ثلاثه ثاني، مش عارفين هتوصل ليه. هل منظومه الاحتراف الخارجي اللعيبه المحترفين داخل مصر ناجحه في مصر؟ لا تقدر تقول ناجحه ولا فاشله، بمعنى ان سمسره اللاعبين كانوا زمان بيستسهلوا، مش زمان لغايه دلوقتي، يوصلوا لغايه مدينه البعوث الاسلاميه بتاع في بتاع تبع جامعه الازهر، يشوفوا واحد لا لا استاذ شريف، بس السؤال تاني سي مثلا واحد زي علي معلول بيحترف في مصر ناجح ولا مش ناجح؟ ما انا خليني بس في السؤال يا كابتن شريف، ما تودينيش في حته مش في الكوره. لا في الكوره مش في الكوره. اما احنا بنحكي سياسه يعني؟ لا مش بنحكي سياسه، انا بتكلم كلام كوره، لعيب بيلعب في فريق في بيلعب في. طب قسما بالله اللي انا بحكي لك ده كان بيحصل. طيب خليني برضو نروح للموضوع. مش مشكله، انت ما انا بقول لك في لعيبه ناجحه. خليني طيب، ايمانويل بتاع الزمالك ده مش اشهر محترف جه الزمالك؟ طب ايمانويل طلع من الزمالك على فين؟ على برشلونه. لا على ما اعرفش، على ما اعرفش على فين، بس لعب في برشلونه. تمام. كولوبالي اللي كان في الزمالك، كولوبالي كتير، بس على فكره برضو مش تحيز، هتلاقي اغلبيه اللعيبه اللي احترفت افارقه في الزمالك طلعوا على انديه اوروبيه عاليه. واحد هيتصل دلوقتي هيروح موجه لنا الحلقه في حته ثانيه يقول لك النجاس فين دلوقتي ومش النجاس فين والكلام. طب ماشي براحته. لا لا براحته. لا لا لا. طيب لا انا بتكلم في حاجه ثانيه، يعني انا سؤال عايز اوديه لفين. انا دلوقتي مثلا فرقه زي نادي المصري، فرقه زي نادي الاتحاد، انا بتكلم بجد، فرقه زي نادي انبي، بتلاقي خصوصا الاتحاد كمان بالاخص او المصري، بتلاقي والاسماعيلي كان فتره من الفترات، اللعيبه اللي بيختاروها اجانب يكونوا في الفرقه بيبقوا اقوى من الاجانب اللي بيختارهم الاهلي، وربنا بيرزقهم بحد ياخدهم، والاهلي بياخدهم والزمالك بياخدهم. لا لا الزمالك ما خدش غير الواد بتاع الاتحاد اللي بيلعب لغايه دلوقتي في الزمالك، اسمه ايه؟ كاسونجو ولا كاسونجو. طيب وخد لاعب من اسوان اللي هو رزاق سيسي. ورزاق سيسي اثنين لعيبه اهو. طب احسب لك بقى الاهلي خد مين؟ جون انطويو ما ينفعش معاه. خد من زمان لاعب من المصري اللي مش عارف اكو اقوى ده لعب ماتش واتصاب، اقوى من سيدة ولا اسمه ايه؟ مش عارف، مش فاكره دلوقتي. ماشي. خد لاعب كان بيلعب في المقاولين كان مكسر الدنيا، خد جون انطوي، خد الواد بتاع مصر المقاصه اللي بيلعب دلوقتي. ما فيش لاعب بيظهر في فرقه ويبقى شامم نفسه شويه الا، وسبحان الله ما فيش لاعب
بيجي من فرقه تانية افريقي الاهلي وبيعمر. ماشي معاك، بس انا شايف المحترفين الموجودين في الاهلي دلوقتي او اللي موجودين في الزمالك دلوقتي مأديين وتقال. يعني انت لما تيجي في الاهلي دلوقتي اقول لك، تقول لك علي معلول هتقول لي شايل الفرقه. هقول لك الواد بتاع نص الملعب ده اسمه اليو ديانج شايل الفرقه. هقول لك الولد الثالث ده جونيور اجايه شايل الفرقه. طب انت حسبت 3 4 لعيبه. طب انا جاي لك، خليني اروح على الزمالك. لا ثواني بس، ثواني عشان ما نسيبش حاجه. الثلاث اربع لعيبه اللي انت حسبتهم الاهلي خد لاعب منهم من فريق مصري؟ لا. بس ما انا عشان كده بقول لك، هرجع اقول لك هو تقريبا خد لاعبين ثلاثه من على مدار السنين اللي فاتت دي. لا. خد جون انطوي. لا ثواني، انا اكويا منساء او حاجه زي كده. منساء. وخد ما كملوش. طب خلينا بس نرجع نرجع للسؤال. اللعيبه المحترفه داخل مصر هل ماشيه بشكل كويس، ولا في لعيبه في مصر تستاهل تاخد الفرصه افضل منهم، ولا في لعيبه وفي لعيبه؟ لا هو تقريبا كل المحترفين الافارقه في مصر او العرب ماشيين بشكل حلو الفتره الاخيره. طيب نرجع بقى لموضوع الحلقه، المحترفين بره. انت بتقول لي دخلنا في الاكاديميات وزعلنا منا ناس، نكمل تيجي ناخدها صوره كده. اكيد كل واحد احترف بره، كان من مصر احترف بره، ليه قصة وليه تاريخ وليه حوار، وفي منهم اللي نجح وفي منهم اللي فشل. طبعا. نبدأ بمين يا شباب؟ اليماني. بس ده بص، هو من أجمل اللعيبة اللي شفناهم في بطولة الشباب. كان ليه مستقبل كبير لولا ظروف الحادثة، بطلته كورة. كان طفرة، ولو طبعا هو أرزاق بتاعت ربنا وحاجة ربنا كاتبها. متهيألي لو كان مكمل حتى الآن وظروف الحادثة ما حصلتش، بس لو دي من الشيطان كان خد الأهل. لا كان بقى زي محمد صلاح. ماشي. وعلى فكرة كان محترف. أيوه. كان محترف في الوقت ده، وكان سنه صغير، كان ساعتها كان سنه صغير وكان ملفت. وخلي بالك الجيل بتاعه كان عماد متعب، وكان أحمد فتحي كان معاه، و مين تاني اسمه ايه اللي في نص الملعب بتاع الاهلي؟ صالح الجمعة. حسام غالي كان معاه. حسام غالي. لا كان تيم تقيل. طب انت شايف اليماني، بس هي الظروف القدريه اصلا بصراحه، ما الظروف يعني القدريه هي اللي خلته يبطل. بس ده كان ناجح في الاحتراف؟ انا بصراحه ما تابعتوش. وكان ناجح جدا على فكره، كان ناجح جدا، وكان في الوقت اللي حصل فيه الحادثه كان اكتر من نادي اوروبي كان بيتكلم عليه، وكانت اسعار وكانت ارقام وكانت انديه تقيله كانت بتتكلم عليه. بس هو كان ربنا رايد شيء تاني، وربنا ربنا يصبره قوي على اللي هو فيه، لان انا ما بشوفوش اعلاميا كتير حتى. طيب هم بقوا يجدوني بالجمله. كوكا والمحمدي وسام مرسي، واللي في النص ده علي غزال. طب في اتنين انا شايفهم واخدين حقهم مع المنتخب، وفي اتنين شايفهم مش واخدين حقهم مع المنتخب. هل هو مستواهم مش شايفين ان هم واخدين حقهم مع المنتخب ولا لا؟ تبدا من مين؟ هو يعني افضلهم المحمدي. افضلهم. طب انت خلينا ناخد واحد واحد، تبدا بمين؟ ما بقول لك المحمدي. ولو معانا مداخلات تخش يا شباب برضو نسالهم. نبدا بمين؟ لا خلينا ناخدهم واحد واحد. نبدا بمين؟ ماشي، ناخد سام مرسي. سام مرسي انت شايفه لعيب محترف ناجح؟ لا. ليه؟ هو على فكره هو ده ادم العبد على فكره. لا بصراحه ما سمعتش عنه قبل كده، ما اعرفش كان محترف فين او فريق درجه تانية في حاجه زي كده يعني، متهيألي. طيب هو كان بيلعب في انجلترا، وكان موجود من ايام برادلي. لعب مع منتخب مصر؟ بيقول لك الماتش الوحيد اللي لعبه وجاب فينا جول الدوري. لا ده مش شكلين المستوى من مستواه، بس ما سمعنا. ما هو ده اللي عايز اوصله، طالما ما ادانيش كمنتخب يبقى هو بره مش مؤدي، الا اذا كان في قصور عندنا احنا كجهاز كوره. لا ما في، معلش محمد النني بيدي في هيجي نفسه. هيجي هيجي ماشي. هيجي سام مرسي. لا مش سام مرسي، ده اسمه ايه؟ علي غزال. عفوا. علي غزال برضه يعني ما ملوش تواجد مع المنتخب قوي،
وما اعرفش هو محترف فين اصلا. ايه النادي اللي محترف فيه؟ تقريبا في البرتغال. طيب إيه يعني انا بروح عمال اقول تقريبا ما ايوه بس لعب فتره مع المنتخب كان بيعتمد عليه. لا مش فتره لعب فتره. لا 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 لعب حوالي لعب حوالي ماتش ماتش لا 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 لعب حوالي سنه كان بيعتمد عليه في نص الملعب اسمه ايه اللي هو كان بيدرب امريكا. لا لا برادلي لا ما اعتمدش عليه وما لعبوش طب المحمدي هو على فكره المحمدي لو قعد في انبي طول العمر عمره ما كان راح المنتخب. لو ما كانش جاب جون في الاهلي ما كانش احترف. لا 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 على فكره انا من اشد المعجبين باحمد المحمدي. هو 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 شخصيه. سيبك من شخصيه هو طريقه لعبه مش متواجده كتير في الدوري المصري. عارف اللاعب اللي بياخد الخط من اوله لاخره. طب في عبد الله جمعه شبهه. اللاعب اللي بياخد الخط من اوله لاخره. عبد الله جمعه شبهه ما بياخد الخط عنده كسور دفاعيه شويه بس عبد الله جمعه قايم بنفس الاداء. في الاهلي محمد هاني قايم بنفس الاداء. الوحيد اللي يشبه احمد المحمدي احمد فتحي. احمد فتحي. بس المحمدي هجومي اكتر من احمد فتحي واحمد فتحي دفاعي اكتر من المحمدي. المحمدي دفاعي كويس وهجومي هو زي ما تقول افضل هجوميا لكن دفاعي برضو كويس زي احمد فتحي بالظبط. على فكره احمد فتحي على فكره ده بقى هو اللي حط جون المنتخب الفتره الاخيره. طب الأخير. انا بقول لك ما انا قلت لك هجوميا افضل من دفاعي. احمد فتحي نفس طيب. نجح في الاحتراف المحمدي. طبعا ناجح. دوري انجليزي. لا دوري انجليزي حتى لما فريقه باين هبط استمر معاه وحاليا كابتن الفرقه بتاعته. ودي الاول مره تحصل في التاريخ ان واحد يعني اجنبي يبقى كابتن فريق. طيب كوكا. لا كوكا ده لغز بقى. انا عن نفسي مهاجم مصر. ما انا بقول لك لغز. انا بكلم بجد انت اخذت الكلام ليه. لا ما انا بقول لك لغز. لا ده مهاجم منتخب مصر. لا ما مش ما دي بقى وجهه نظر المدربين. انا يعني عايز ادخل جوه دماغ كل مدرب عشان اعرف. خلي بالك ده هو لعب على اكتر من مدرب مش مدرب واحد. ما انا بقول لك يا استاذ محمد في اتنين تلاتة نفسي اجيب المدرب واساله. نمره واحد الواد اسمه بتاع الاهلي ده المهاجم اسمه ايه؟ صلاح. لا مروان محسن. كل واحد يقعد يحلل في الماتش يقول لك بما لا شك فيه ان مروان محسن بيتعب المدافعين. يا عم واحنا اكلمك انا في مروان محسن كواحد من مشجعين الاهلي مش هتختلف كتير عن اللي قالوه. لا هقول لك اصل الاهلي على فكره المبلغ اللي اتدفع في مروان محسن يوم ما اشتراه من الاسماعيلي مبلغ كبير. احنا بنتكلم كتقييم اداء مش كمبلغ. طب ثواني بس. لكن مروان محسن لا يصلح ان هو يبقى مهاجم الاهلي الاول. وانا بقول لك مروان محسن بيأدي في فرقه النادي الاهلي بطريقه هو المدرب محتاجها. طيب ماشي. انت مهاجم يعني ايه يا استاذ محمد؟ عشان يجيب اهداف. عشان يجيب اهداف. بس هل خطه مدرب الاهلي بيلعب ان انا مهاجم صريح يجيب اهداف؟ يا ما بيلعب كان وليد ازارو او مروان ثواني بس. وليد ازارو او مروان محسن يبقى هو لاعب براس حربه صريح. لا فايلر ما بيلعبش بمهاجم صريح من ساعه ما جه. ومن ساعه ما جه مروان محسن قليل جدا مشاركاته في الماتشات. لا بيشارك بس بيشارك في المباريات التكتيكيه. طب اديني الصوره اللي بعدها يا شباب. مروان محسن انا شايفه محطه قويه. ابو تريكه. طيب احكي انت بقى. لعيب اسطوره في الكره المصريه. ماشي. لعيب اسطوره في الكره المصريه. بص يا استاذ محمد ما تحاولش تربط ما بين الاخلاقيات ولعب الكوره. ما هو لعيب كوره وتقيل ولعيب ما يعني في فترته في مقوله. هنخرج عن الموضوع شويه. طب اشيل صوره ابو تريكه؟ لا خليها بس.
كان في حوار مع أنتوني كوين، عارف أنت بتاع فيلم عمر المختار. تمام. أنتوني كوين قال لك إيه؟ في لما جملة تتكتب وأنا أطلع أقول آه، النقاد والجماهير يقول لك الله ده قالها بطريقة، قال ولا أي لأي كلام في أي كلام. لو طلع ممثل صغير وقالها أحسن مني مليون مرة النقاد هيقولوا ايه يا عم ده بيهبل. يعني انت بتقول لي الصيت اللي واخده ابو تريكه ده على الفاضي؟ ده انا على فكره وجهه نظري لا تمثلني الا انا. حاضر. ابو تريكه لعيب كبير وادى مصر كتير وادى الاهل كتير وكان بيمتعنا وكان بيفرحنا. ما انا برضه لا ثواني ثواني إيه؟ عشان ما يعني ما نسبقش ابو تريكه لعيب زي ما انت بتقول كبير، بس مش اللي حضرتك بقملت. ما هناخد اللي بعدها خلاص. مش أسطورة. مش أسطورة اللي بعدها. طيب. حسام غالي. ده محترم ده. طب اخد محمد ونكمل حسام غالي. طيب محمد مساء الفل. مساء الخير. هيشت ما. تحياتي ليك وتحياتي الأهل اسكندرية كلهم. حبيب الله يخليكم يا رب. والله أنا عايز أقول لك يعني الأجواء الجميلة اللي أنت عاملينها في الهدوء ده رجعتنا لأيام الكورة وفكرتنا بالأيام الحلوة اللي وحشتنا جدا، وقعدتنا قعدة القهوة الجميلة وقعدة الكافيه، ولما كنا بنتجمع كلنا على المطشات يا رب يفك الغم عننا يا رب ونرجع للأيام الجميلة دي تاني إن شاء الله. نرجع نتجمع كلنا على خير والرياضة ترجع تاني والكرة ترجع تاني. وتحياتي لضيفك وكلامه الجميل المميز فكرنا كده بالأيام الحلوة لما كنا بنقعد كده مع عمامنا وخلابنا وهم بيتكلموا عن الكرة من قلبهم جامد. فحماسكم واصلنا يعني عبر الشاشة، انت عارف الشاشة بتقلل من الطاقة شوية، بس والله حماسكم واصلنا وحلقة مميزة جدا. أتمنى دايما ان انتوا تكملوا كده على نفس المنوال ودايما كده موضوعكم الجميله دي ان شاء الله تسعدونا بيها. ربنا يخليك يا محمد على الكلام الجميل وميرسي جدا. على فكره انا وكابتن شريف يعني اصدقاء اقوياء جدا وبننقش بعض على الهوا، وهو حبيبي بالرغم ان هو زملكاوي وانا اهلاوي، حبيبي جدا وانا حبيبه جدا. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، والله بنطلع الهوا مش محضرين، لكن احنا بنختار الموضوع وكل واحد بيتكلم من قلبه وبيتكلم باللي عنده، فاكيد الكلام واصل. واصل فعلا. وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وسعيد ان انا بشوف ان فعلا حتى في الاجواء دي لسه بنفتكر لعبتنا وبنفتكر شبابهم وكبارهم وبنتكلم عنهم بالخير، علشان الرياضه تفضل دايما جوانا وتفضل حتى الشباب والاولاد اللي بيكبروا حتى خلال اليومين دول وبيشوفوا الميديا وبيشوفوا التلفزيون وبيشوفوا بيسمعوا الاذاعه والكلام ده كله، يسمعوا الكلام ده يعرفوا ان البلد فيها كوره، وان النماذج الطيبه والنماذج الكويسه هي النماذج اللي بتدل على الرياضه وبتحث على التقدم ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق. تحياتي ليك. تحياتي ليك وشكرا على الكلام الجميل. بس نسيت اسالك، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي من غير ايه؟ ما ينفعش اقولك. طيب تحياتي ليك يا استاذ محمد وتحياتي لاهل اسكندريه كلهم وشكرا على الكلام الجميل، ويا رب الحلقه تسعدكم ونكون بنقدم فيها حاجه مفيده وحاجه جميله. مبسوط. طيب حسام غالي، ما انا بقولك لاعب محترم، احترف شويه في السعوديه واحترف ده كان في توتنهام. في توتنهام مر عليه احمد حسام متهيألي. طيب ايه نجح ولا فشل في الاحتراف؟ لا ما نجحش قوي. طب ايه سبب فشل؟ انا متهيألي يعني احساسه بالغربه. لا وانا هو بص في فتره من الفترات كده، ودي اللي عرف ينجح فيها واحد زي صلاح، واحد زي هاني رمزي، واحد زي محمد المحمدي حسن. واحد زي مش عارف احمد حسن طول قد ايه بره، بس خلينا نتكلم في فتره كده بتيجي للعيبه ال زي بقول ايه الاسلوب المصري بيبان. انا لعيب تقيل، انا لعيب كويس، انا معرفش ايه، عايز يمشي في الشارع بيخرج بيخرج بره زي ما انت قلت في الاول خالص، حياتك كلها انت بالريموت كنترول، فبيخرج عن الريموت كنترول. وتقريبا كانت نهايه احتراف حسام غالي بسبب ان كانت في خلافات ما بينه وما بين المدرب بتاع توتنهام اللي جه درب الاهلي تقريبا مارت بيول.
وقلع تيشيرت تقريبا، والجماهير هنا هجمته مهاجمه غير عاديه، وهو تقريبا نادم على 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 الموقف ده. بس هل حسام غالي لو كان كمل احتراف كان هيكون لاعب؟ بصراحه لاعب مميز، لاعب حريف، لاعب قائد، لاعب قائد. خلي بالك نادرا جدا لما لما يبقى لقبك من شخصيتك. يعني هو كان ملقب بالكابتيان، وهو فعلا كان كابتيانه. وعندي حسام غالي هنا عندي ليه ملحوظه، فتره من الفترات كان في الاهلي كان عصبي جدا، او كان غاوى مشاكل زي ما بيقولوا. مش رزين، مش انا في كذا لعيب انا سمعته في على التلفزيون بيقول سبب مشي من الاهلي حسام غالي. سمعت ده برضو، بس انا هتكلم عن شخصيته هو. وجيت في فتره من الفترات كده لقيته اتحول بقى قائد لفرقه النادي الاهلي، بقى موجود في كل المواقف، بيحامي عنهم ايا كان مواقفه كلها صح او غلط. ولكن انا بتكلم في مبدا الشخص الكبير او كبير كبيرهم او قائدهم او بيتكلم باسمهم ايا كانت المسمى، كان بيقوم بالدور ده كويس جدا. عشان كده كان معظم لعيبه الاهلي بتحبه. معايا في الكلام ده؟ معاك. ماشي، اللي بعده يا شباب ميدو. ده برنس ده. ده البرنس. أدى في الاحتراف كويس؟ طبعا، ده أصغر لاعب مصري احترف في الخارج، ولف تقريبا على يمكن 12 نادي. هو تقريبا ده اللعيب المصري الوحيد اللي لعب في منتخب مصر من قبل ما يتصعد للفريق الأول، صح؟ صح؟ فاكر أنا المباراة دي حتى تقريبا حط فيها ضربة جزاء تقريبا؟ حط فيها ضربة جزاء. صح؟ طيب نجح في الاحتراف طبعا. طب ازاي ميدو بس اعتب عليه ان هو بطل كوره بدري؟ ما هو لعب بدري. ايوه، بس كان معاه 5-6 سنين يقدر يديهم تاني. طب ايه اللي خلاه يبطل؟ بس انا هقول حاجه بس، يعني ده كان الاحتياطي بتاعه مين؟ احتياطي في المنتخب ولا في الزمالك؟ لا، في بره، في تقريبا كان ابراهيموفيتش كان كان احتياطي ليه في اياكس، صح كده؟ صح. تخيل الاحتياطي بتاعه ابراهيموفيتش. ما بقولك ده بقى، معلش في الكلمه، مع احترامي للجميع، ده اللي ممكن نطلق عليه اسطوره. اسطوره. الكره المصريه على فكره، يعني النقاد بيطلقوا على يعني مسميات على ناس، مش هقول ما تستاهلهاش، لا، بس مسميات موجهه بتفضل تفخم في اللعب. لما اقول على ميدو اسطوره، اما اقول على صلاح ايه؟ ما يا استاذ محمد على فكره ما تستفزنيش، عشان لا انا بتكلم كلام بجد. لا على فكره هو اسطوره، انا ما بنكرش معاه. لا ثواني، اصل انا معاك. بص، وهعيدها للمره الالف، اللي انا بقوله لا يمثل وجهه نظر غير وجهه نظر جميل الشخصية. والله وانا بتكلم من وجهه نظري برضه. لا انا معاك، ميدو ادى، ميدو عمل حاله غير طبيعيه مع المحترفين، مسمينه العالمي. وجه في مصر كمدرب ليه لمسات وليه لمسات. لا، وأدى في منتخب مصر، وأدى في منتخب مصر بشكل كويس. بس انت كده وصلتني في حته في منتخب مصر. هل الموقف اللي كان ما بينه وما بين حسن شحاته ده اللي نهاه دولي؟ هو تقريبا لان ميدو بعدها حتى لو لعب بعد كده لعب، عارف اللاعب اللي بيلعب من غير نفس، مش يعني لو لقى معامله ورعايه زي اللي بيلاقيها الكابتن محمد صلاح دلوقتي، بصراحة كان عدى. ميدو كان عدى. طيب باخد الكابتن احمد صلاح. ماشي. يا كابتن احمد، مساء الفل. مساء الفل يا محمد، ازي حضرتك؟ مساء الفل عليك. بمثل حضرتك، بمثل على استاذ شريف. الله يخليك، تحياتي ليك. حضرتك كنت لسه بتقول على كابتن محمد صلاح وكابتن احمد حسام ميدو. تمام. لا محمد صلاح، خلينا نتكلم. محمد صلاح طفره كبيره جدا. طب ثواني بس، عشان الاستاذ شريف هقول لك ما تعصبنيش. لا براحته، ده كل وجهه نظر. لا محمد صلاح طبعا قيمه كبيره جدا، وكابتن احمد حسام ميدو قيمه كبيره جدا. على فكره يا كابتن احمد، انا ما قلتش محمد صلاح مش قيمه كبيره جدا. لا ما انا عارف، لا
لا اسمعنا كلامك ان انا قلت محمد صلاح مش لا انا ديه. لا انا انا بقول ايه هو بيقول بيقول الكابتن ميدو اسطوره بس هو لا هو كل واحد فيهم كان ليه ظروف زي ما استاذ شريف كان بيقول فعلا يا استاذ محمد تمام. كل واحد ليه ظروف بصراحه يعني يعني ميدو بدا صغير زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ميدو بدا صغير بدأ برضو بطل يعتبر بطل برضو صغير بطل برضو 29 سنه او 30 سنه بطل صغير صح لكن فرق بين محمد صلاح وميدو خلينا نتكلم بصراحه الالتزام تمام كابتن محمد صلاح لا هو الالتزام اللي مخلاه يوصل اللي هو فيه دلوقتي ان هو انت كده وصلت الاهداف انت كده وصلت الاهداف الحلقه احنا عايزين نقول ايه ده ليه نجح ده ليه ما نجحش هل ده كسبني انا كمنتخب هل استفدت منه انا في منتخب هل لما رجع مصر انا استفدت منه هل وهو محترف بره انا استفدت منه كلاعب ده اللي احنا بنتكلم فيه طول الحلقه تمام هو كابتن احمد حسام ميدو طبعا لما احترف بره طبعا نادي الزمالك اكيد برضو استفاد برضو من احتراف احمد حسام ميدو برضو في اي اكس خدت وكان ريموفيتش كان قاعد احتياطي الميدو وكان ديديو دروكبا كان قاعد له برضو على احتياطي قبل كده تقريبا على ما اعتقد برضو كان لما لعب في فرنسا فتره كان ديديو دروكبا كان قاعد له احتياطي صح فاحمد حسام ميدو صراحه هو بدا كويس جدا هو لو احمد حسام ميدو كان يقدر يحافظ على نفسه يبقى افضل من كده لكن احمد حسام ميدو برضو خلينا نتكلم بصراحه هو برضو السهر وعدم الالتزام والحاجات دي كلها هي اللي خلته برضو يبعد شويه الفتره الاخيره وبعدين وزنه كان سبب اساسي ان هو احمد حسام ميدو يبطل طيب لو هاخد سبب لو هاخد على كل لاعب سبب وده هنبدا فيه من الصوره اللي جايه او من صوره الكابتن حسام ميدو لو هاخد سبب رئيسي ده سبب نهايه الاحتراف يعني احنا قلنا على حساب غالي سبب نهايته في الاحتراف خلافه مع مارتن يون فعلا واحتراف برضه حسام غالي نهايه الاحتراف بتاعه لما كان في توتنهام اللي هو ساعه ما رمى الفانيلا على برضه على المدير الفني طيب يعني حسام غالي طيب يبقى هقول حسام غالي نهى احترافه بتصرف شخصي عشوائي او بتصرف عشوائي لا ثواني يا كابتن كابتن محمد مش تصرف شخص عشوائي لو يعني لو هو الانديه الاوروبيه شافت في لاعب مشهور معرفش اسمه ايه باصق على الجمهور مش هيخليه لعب كتير لا لا وتوقف ورجع لعب تاني بس خلينا ناخد بالاسباب اللي موجوده كابتن حسام غالي سبب نهايته احترافيا ساعه ما رمى التيشيرت على مارتن ميدو صح كده كابتن ميدو مليون المية لو طيب كابتن ميدو سبب نهايته احترافه ايه كابتن ميدو عدم خلينا نتكلم صراحه عدم الالتزام برضو زياده الوزن اللي هو وصل فيها وعدم الالتزام خلينا نتكلم بصراحه برضو كابتن احمد حسام ميدو سهر برضو الحاجات دي كلها لكن كابتن محمد صلاح هنتكلم عن موهبه محمد صلاح تحت منه كتير خلينا نتكلم بصراحه استاذ محمد لكن التزامه الادبي والاخلاقي ومحافظ على نفسه التزامه الاحترافي محمد صلاح محترف ده اللي اتقال عليه لعيب محترف يعني محمد صلاح لا محترف احنا لكن كموهبه لا هو انا كانت موهبه لا في كتير احسن من محمد صلاح طيب لو هاخد منك لو انا خدت منك جمله على الكابتن حسام غالي وجمله على الكابتن حسام ميدو الاثنين حسامهم ده سبب نهايه الاحتراف بتاعه ده سبب نهايه الاحتراف بتاعه لو عايز اخد منك جمله لكل اللي بيسمعنا انت عشان تبقى محترف ناجح تعمل ايه اول حاجه طبعا اللي عشان تبقى محترف ناجح اهم حاجه اول شيء يا استاذ محمد الالتزام اهم من الالتزام ان انت تبقى لاعب ملتزم داخل الملعب وخارج الملعب وتسمع كلام المدرب وتنام بدري وتصحى بدري وتبعد عن السهر وتبعد عن كل حاجه وبعدين اللعيبه دلوقتي بتوعنا برضو لازم برضو موضوع الماديات والحاجات دي كلها ما تفكرش اول حاجه في الماده محمد صلاح حضرتك لو تشوف عمره ما فكر في الماده هو فكر ان عايز يعمل بصمه محمد صلاح عايز يعمل تاريخ لنفسه وتاريخ لبلده وتاريخ لمنتخب مصر صح فبصراحه اي حد عايز يحترف لازم اهم اول حاجه الالتزام اللي تبقى ملتزم داخل الملعب وخارج الملعب لو هو ده اللاعب المحترف غير كده يا استاذ محمد يبقى ما حدش هينجح احييك يا كابتن احمد وتحياتي ليكم سهرينك وميرسي جدا على المداخله الجميله دي شكرا كابتن احمد صلاح مدرب حراس مرمى بنادي الزمالك نكمل حسام ميدو خلاص عايز تقول حاجه تانية على حسام ميدو لا ما قال ما يكفي قال ما يكفي كابتن احمد اللي بعده يا شباب هاني رمزي ده برضو كان لاعب ملتزم وادى فتره الاحتراف بنجاح كامله تالي بقى يعني بدا في انجلترا ونهاها في انجلترا بقول لك على حاجه بيستعينوا بيه علشان كان تقريبا في فرنسا تقريبا استعانوا بيه افتكر بس البلد استعانوا بيه علشان يا من ضمن الاشخاص اللي عملت منظومه لتطوير كانت في المانيا عفوا هو كان في المانيا ما كانش في المانيا كان في المانيا استعانوا بيه علشان تطوير الكرة في ألمانيا
لو انت هتشوف المنتخب الالماني لحد من 10 سنين بس او من 7 8 سنين كان منتخب ممكن يبقى ثالث، ممكن يبقى رابع، ممكن يطلع من دور ال 16 في كاس العالم، مش منتخب قوي قوي بيأدي، بس ما كانش بيوصل للادوار النهائيه. لكن شفناه بعد فتره كسب البرازيل 7، بعد فتره تقريبا خد نهائي كاس العالم، خد كاس العالم، موجود ومتواجد بقوه وبقى منتخب شرس. فالمانيا او الكوره في المانيا قال لك احنا عايزين نعمل منظومه ازاي احنا نوصل لكاس عالم بعد عدد من السنين. كان من ضمن اللي موجودين في التطوير كان كابتن هاني رمزي. عملوا ايه؟ ده الكلام ده بجد على فكره. عملوا ايه؟ اتفقوا على خطه معينه يلعبوا بيها كل فرق الدوري، كل الناشئين وفرق الدوري وفرق الدرجه الثانيه تقريبا، يعني كل الفرق هتلعب بالخطه دي. واخترت من هنا اقوى مهاجم، اقوى مدافع، اقوى يمين، اقوى شمال، اقوى اقوى، وبقت اللعيبه كلها في كل المانيا حافظه التكتيك وطريقه اللعب ونجحهم، ووصلوا دلوقتي المانيا تاخد كاس العالم ومسيطره على الموضوع. من افضل، طيب اخد الكابتن احمد سعيد ونكمل. كابتن احمد مساء الفل. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الفل عليك، منور الدنيا والله يا استاذ حبيبي، بنورك يا غالي ومفتقدينك. وسلامي للاستاذ شريف نجم برنامج بدون اهداف. الله يحفظك يا كابتن الزملكاوي الجميل. الله يخليك حبيبنا. انا فعلا بشكركم بجد، لانكم بتقدموا اعلام رياضي هادف دون تصفيه خلافات. يعني بصراحه بتختاروا مواضيع مهمه، يا ريت الجمهور يكون بيسمع وبيستفاد. يعني الحلقه اللي فاتت اثرت موضوع جميل جدا اللي هو الانتماء والاحتراف، والنهارده برضه موضوع شيق. فانا بشكركم جدا على البرامج الهادفه الرياضيه حبيبي اللي بتعرض من خلال وكاله جو ميديا وقناه حبيبي. الصحه وكده. حبيبي يا كابتن احمد، حبيبي ربنا يخليك. بنتعلم منك يا كابتن احمد. بتقول ايه حضرتك؟ بنتعلم منك يا كابتن احمد. لا انت استاذنا طبعا يا استاذ. لا حبيبي حبيبي ربنا يخليك. الكابتن شريف اتهمني اتهام في اول الحلقه، بيقول لي انت بتحط السم في العسل. لا وعلى فكره نفس مدرستك الكابتن احمد سعيد. انا هقول لك على حاجه، نفس المدرسه. انا هقول لك بقى على الهوى وامر لله. قول قول. خد صاحبك على عيبه يا استاذ محمد. انت لخصت الحوار. احنا بقى هو عيبه هنا ايه؟ طيب إيه؟ استنى بس، مطلق الحريه. طب استنى، عيبه هنا هو ان هو عصبي مثلا؟ انت اللي عارف. انا مش انت اللي بتنبهني. بس هو اخ فاضل واحنا لا حبيبي حبيبي حبيبي. اقول لك على حاجه، ببقى خارج من الحلقه مبسوط جدا، عاملين دويتو جميل، بنعرف نوصل اللي احنا عايزين نقوله، نتكلم باريحيه. حاجه هادفه وحلقه هادفه والله، وما شاء الله عليكم بجد يا استاذ محمد. ربنا يخليك يا كابتن احمد وتحياتي ليك. طب انت ايه رايك في هاني رمزي بقى، طالما انت جيت عند صوره هاني رمزي؟ هاني رمزي طبعا الاستاذ شريف هيزعل لانه نجم النادي الاهلي. لا والله ده بيتكلم، ده قال لك من اللعيبه اللي احترفت وادت في الاحتراف بشكل جيد ولعيب. هو ميزه الكابتن هاني رمزي ان هو مركز في شغله سواء كان لاعب او مدرب يا استاذ محمد. يعني عمرنا ما سمعنا ان هاني رمزي اثار مشاكل. بص يا كابتن احمد، كابتن احمد خليك وهو لاعب بس. نعم خليك فيه وهو لاعب، مالكش دعوه بشغله. لا كان لاعب مميز طبعا. بس كده. عندك معلومات عن شغله؟ على فكره هاني رمزي من يعني من ضمن الناس اللي لو طال ما يحطهاش في في, في, في اي منتخب بيمسكه. لو عملت احصائيه هتلاقي واخد من الزمالك لعبه او اثنين. طب ليه يا عم؟ في عز ما فرقه الزمالك يا كابتن احمد. ايوه هو دلوقتي دخل في حته ثانيه كابتن شريف، بيقول لك كابتن هاني رمزي ما لو مسك اي منتخب ما بياخدش من الزمالك. مش لو مسك، هو مسك. لما بيمسك المنتخب ما بياخدش غير من الزمالك غير لاعب ولا اثنين. طب هل دي مقصوده ولا اداء لعيبه؟ يعني الاستاذ شريف برضه حتى هو بيتكلم عن هاني رمزي كويس، لازم برضه يحط ايه حته كده صغيره. لا انا مش بحط. بص هات المنتخبات اللي مسكها هاني رمزي وشوف. طب ما ممكن تكون صدفه او ممكن تكون اداء لعيبه او ممكن يكون احتياجات المنتخب. 11 من الاهلي وواحد من الزمالك واحتياطي، ويبقى يا كابتن ده طول عمر المنتخب بيبقى 8 من الاهلي. طب ما تقول لنا زي مين يا استاذ شريف؟ يعني مثلا هاني رمزي ما اختارش، يعني كان في جيل مين واستبعد مين مثلا من الزمالك كان بالحق انه يلعب في منتخب مصر؟ انا دايما هاني رمزي ماسك الناشئين، انا مش حافظ اسماء الناشئين.
يبقى احنا ما نقولش كلام مرسل. لا مش مرسل، مش مرسل. انت قاعد دلوقتي في البيت وممكن بعد ما نخلص وادخل تاني وقول لي لا انت غلط. تمام. انت ما بتحددش يا كابتن احمد. اتفضل يا كابتن. انت كل مره تخش تعصب لي الكابتن شريف وتخليه يتوتر وتضحك انت. ما هو كابتن شريف من اول حلقه هادي وتمام وبنتكلم بهدوء وبنتكلم بالراحه. مش انت قلت لي صاحبك على عيبه؟ الاستاذ شريف، الاستاذ شريف اخ فاضل واحنا حبيبي. الله يحفظك. هو بس هو زملكاوي يعني، حتى ما بيخفيش دي، هو على الهواء زملكاوي. واخفيها ليه؟ هو سب يا كابتن احمد، اخفيها ولا ايه؟ لا المفروض الاعلام الرياضي يبقى محايد. وانت محايد؟ طبعا. طب ما حبيبي يا كابتن احمد، بحب مناوشتك انت. وعلى فكره والله الجمهور اللي بيشوفنا، انت عايز تضحك بجد تعال في قاعده اكون فيها انا والكابتن احمد والكابتن شريف مع بعض، والله ما بنبطل ضحك. الكابتن احمد ينرفز الكابتن شريف، الكابتن شريف يتعصب عليه، انا ارفزه من ناحيه تانية. احنا ناخد فاصل بعد المداخله دي. يا حبيبي يا كابتن احمد مساء الفل عليك. ناخد فاصل ماشي ونرجع تاني. ماشي استنوني بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم وكل روح رياضيه، وحلقتنا النهارده عن المحترفين. النهارده الحلقه هاديه جدا شويه، واستاذ شريف لسه ما تعصبش من اول حلقه حتى الان، وهنشوف. يا مساء الفل عليك كابتن شريف. اهلا يا استاذ محمد، هادي انت النهارده يا موسى ولا بقيت دبلوماسي؟ اتعادتني الظاهر. طيب نكمل، بس عشان اللي ما كانش متابعنا، احنا بنتكلم عن المحترفين اللي احترفوا بره مصر او اللي احترفوا في مصر او اللي احترفوا بره مصر، ونشوف هل منتخب مصر استفاد بيهم او ما استفادش بيهم، هل هم نجحوا في الاحتراف او ما نجحوش في الاحتراف، هل الظروف كانت مساعداهم او الظروف ما كانتش مساعداهم، فبنجيب صوره بنتكلم عليها. انا بتكلم من وجهه نظري انا، وكابتن شريف بيتكلم من وجهه نظره هو، وفاتحين الاتصالات والمشاركات من الجمهور لو حد عنده اي ملاحظه يشارك معنا. كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، ده الكنترول مصمم يجيب النماذج الناجحه في الاحتراف. يعني انت مش عايز نماذج ناجحه؟ لا يعني دول طبعا نحكي عليهم نقول ايه؟ طيب دول اتقال. طب نلخصهم في جمله. نلخصهم في كلمه. نلخصهم في ايه؟ دول مثال للاعب. انا لو في مصر 11 لاعب ابراهيم وحسام كنا بقينا في حته ثانيه. طيب نجحوا احترافيا؟ على كلامهم برضه انا ما عنديش معلومه ان هم سبب رجوعهم من اليونان ان النادي الاهلي طلبهم. النادي الاهلي طلبهم. فحسام بيقول ما نقدرش نتاخر عن طلب النادي الاهلي. طيب لو حبيت الخصهم بكلمه اقول لك مثلا رمز من رموز الكره المصريه؟ يستاهلوا رمز؟ طبعا يستاهلوا. دول الاسطوره. دول الاسطوره برضه. لسه هنشوف بس الاسطوره تاني. حسام اعلى درجه اعلى. طب هل حسام درجه اعلى كفكر، ولا درجه اعلى عشان بيجيب اهداف، ولا درجه اعلى عشان انتمائه اقوى، ولا لا درجه لا. اعلى عشان ايه؟ كل ده في بعضيه وحته مهمه جدا. حسام عرف يعمل الكوكتيل ما بين الحماس والحرفنه. الحماس والحرفان. طب هو حسام حسن كان مهاري؟ يعني انا كنت مش مهاري، كانش مهاري قوي بس كان بيعرف يخلص. مهاري قوي ده بقى ما بلاش مقارنات. ده اللي عرف يعمل المزج ما بين الاثنين. كان هجام تمام زي عمرو زكي. زي عمرو زكي ماشي. من نص فرصه تمام زي كتير. رولاندو كده رونالدو. بياخد المكان الصح، المدافع عمره ما يتوقعه وراه ولا قدام. وعنده احساس وتوقع. ايوه. وكان بالرجل ماشي، بالهد ماشي، بالهد ماشي، بايده ماشي، برجله ماشي، باي حته في جسمه. انا في كوره في ما اعرفش في الاولمب ولا مش عارف. اسالك سؤال بس بجد. دي رؤيتك فيه على طول ولا بعد ما راح الزمالك؟ لا على فكره. السم في العسل هو ده، مش السم في العسل. لا السم في العسل. لا والله. لا والله. بس في حاجه على فكره، انا كنت من عشاق حسام وابراهيم وهما في الزمالك. طب لما كانوا في الاهلي قبل ما لا كنت اكرههم عامه. وكرهتهم، مش كرهتهم بقى لان يعني هو الكابتن شريف يعني ايه مش بقى دبلوماسي، يعني هو بيقول اللي هو عايزه بس ايه بقى هادي.
حسام وابراهيم بعد الخلافات، اصل دايما حسام بيقول ما فيش خلاف ما بينه وبين جمهور الزمالك. طب هل في خلاف؟ انا بقول الزمالك كيان لا يتجزا، مجلس اداره، لعيبه، مهما ماليش دعوه برئيس مجلس اداره النادي، مهما اي اسم كيان. ما هو كيان. اكيد ما الزمالك كيان، الاهلي كيان، الاسماعيلي كيان، المصري كيان. انا قصدي على كلمه حسام، كابتن حسام بيقول انا ما فيش خلاف بيني وبين جمهور الزمالك. لا يا كابتن حسام، اذا كان في خلاف بينك وبين مجلس اداره او عاملين بالنادي او يبقى انت كده في خلاف ما بينك وبين النادي الزمالك. بينك وبين نادي الزمالك. وصلت. اخد حماده. ماشي اتفضل حماده معايا. طيب يا ريت، بس انا اسف على اتاخرت عليك يا حماده، حاول الاتصال مره تانية وانا اسف، وبرده اللي عنده اي مشاركه معانا واي حاجه تحت امركم. طيب عايز تقول حاجه تانية لحسام ابراهيم؟ لا كده. طيب اللي بعده يا شباب. مين ده سام مرسي، ما تعرفوش؟ لا طبعا ما تعرفش. محترف فين؟ متهيألي في فرنسا ولا انجلترا حاجه زي كده. هو في انجلترا. طيب ما انا بقول لك يا ما اصل انا اخر سكت يا يعني استاذ محمد، في لعيبه، في وكلاء لاعبين. ما خلي بالك احنا بنتكلم في ده كله ليه؟ انا عايز اوصل ليه ده نجح، ليه ده انا مش عارف اتكلم عنه، ليه ده ما نجحش، ليه ده شفته في المنتخب بيأدي، ليه ده شفته في المنتخب عمل اسم، حتى ما اداش في المنتخب. انا يعني شفت له ماتش او اتنين. ما ماشي اللي بعده شباب. النني. انا اللي كنت لسه بقول لك عليه ده لغز. ده لغز. طب هل هو يستحق؟ ده ينطبق عليه مقوله انتوني كوين. ده بيلعب في الارسنال. ينطبق عليه مقولة أنتوني كوين. أنا لا بشوفه بيأدي في الأرسنال، ولا بشوفه بيأدي في منتخب مصر، ولا كنت بشوفه بيأدي في المقاولين. ليه ده؟ مقاولين إيه؟ مش عايز أقول، بس ده حاطط جون في الزمالك من نص الملعب. طيب عمل إيه مع منتخب مصر؟ عمل إيه مع منتخب مصر؟ بيلعب في نص الملعب. انا مش بقول لك مركزه عمل ايه. ايوه بيلعب في نص الملعب، ماسك نص الملعب وبيقف في نص الملعب. على فكره نص ملعب منتخب مصر بيعتمد على طارق حامد بس، وطارق حامد يعني عارف ايه. نيني. لا 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 استنى بس. لا 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 والله نيني بيبقى معاه. لا طارق معاه. هو اي حد معاه يبقى طيب موجود في التشكيل. لو لا بص تحس بالفرق لو لعب النني وسين جنبه. لكن ده طب ده حتى الان محترف، بس هو دلوقتي مش في الارسنال تقريبا دلوقتي. ده راح تركيا. راح تركيا. طيب هل ده لعيب ما استغلش الفرصه، ولا هو لعيب اصلا يعني ما ينفعش ياخد؟ ما انا بقول لك الاحتراف ده 75% منه رزق ووكلاء لاعبين وما اعرفش بقى والنني و25 لاعب. ناخد حسام. ماشي يا حسام. مساء الفل. الفل. مساء الفل عليك يا حسام. اهلا بيك، اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام، تحياتي ليك وتحيات الاهل هنا كله. ربنا يخليك. معاك يا غالي. والله مبسوطين ببرنامج حضرتك يعني. الله يخليك. الله يخليك. تسلم. ربنا يخليك. الله يخليك. الاول عايز اقول حاجه على برنامج حضرتك، اسمح لي ان اقولها يعني. اتفضل. اول حاجه ان البرنامج جماله انه عامل حضرتك مع الاستاذ الشريف عاملين ترتيبه كده ما بين الهدوء والعصبيه حلوه. ماشي تمام. تاني حاجه انا عندي بس ايه معلش يعني تعقيب صغير على حته ابو تريكه. اتفضل. ان هو مش اسطوره. تمام. فهو حضرتك يعني اي لاعب ما عندوش اخلاقيات مش هينفع يلعب كوره. تمام. فاحنا ما ينفعش لما نيجي نتكلم عن ابو تريكه ولا الشريف يجي يتكلم عن كابتن ابو تريكه يقول ان مثلا ايه احنا نعزل الاخلاقيات عن الكوره او عن لعب الكوره، لان هو في الحالتين احسن لاعب في تاريخ مصر او ممكن ثاني احسن لاعب في تاريخ مصر بعد كابتن الخطيب. تمام. انا هسمع وجهه نظرك كلها كامله. تمام. ثاني حاجه احنا يعني ايه النجاح المحترفين من وجهه نظري تعقيبا على حته صلاح ان احنا ما عندناش حد احترف ونجح غير كابتن هاني رمزي والمحمدي وكابتن صلاح. تمام.
حتى اذا كان مثلا كابتن حسام غالي، وانا اهلاوي جدا وبحب كابتن حسام غالي جدا، واذا كان مثلا كابتن احمد حسام ميدو او غيرهم، دول ما نجحوش لانهم ما عرفوش يعدوا كل الفترات بنفس المستوى زي ما عمل كابتن صلاح وحاليا كابتن محمدي وهكذا يعني. تمام. ثالث حاجه، معلش احنا بنحب البرنامج وكثير من الاهلاويه بيحبوا البرنامج، نتمنى ان احنا نفصل حته مثلا ايه، هاني رمزي مثلا اخذ لاعب من الزمالك واخذ 30 من الاهلي والحاجات دي، لان احنا واخدين ثلاثه امم و90% من اللعيبه بالاهلي مع كابتن حسن شحاته. لا 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 استنى هخليك ترد عليه، كمل وهيرد عليك كابتن شريف. على فكره انا اخويا حماده لسه متصل دلوقتي من تليفون على حضرتك، بس انتوا اخرتوا مع التليفون في الاخر قفلت يعني. لا معلش احنا طولنا عليه عشان بس كنا عايزين نخلص الموضوع. عندك اي حاجه ثانيه طيب عايز تقولها؟ لا لا شكرا، احنا بس عايزين نقول لحضرتك ان احنا متابعين البرنامج وان شاء الله كده. تسلم ربنا يخليك، معكم ان شاء الله. تسلم ربنا يخليك، احييك اولا على الكلام الجميل، شكرا ان الرساله واصله ان احنا في دويت وما بيننا والكابتن شريف وصل، والكلام من القلب فبيوصل للقلب اكيد. الحته بتاع كابتن ابو تريكه ما حدش ينكر ان الكابتن ابو تريكه لاعب كبير. لا ده انا اللي هرد عليها دي. حاضر، الكابتن ابو تريكه لاعب كبير والكابتن شريف هيرد برضه من ناحيته، ادى للنادي الاهلي وادى لمنتخب مصر واسعد جماهير، ده كلاعب كوره مش هقدر اتكلم عنه غير كلاعب كوره. بالنسبه لحته ايه تاني اللي اتكلم فيها، المحترفين نجحوا او ما نجحوش؟ لا هاني رمزي بيختار، هاني رمزي بيختار عفوا، ان كان هاني رمزي بيختار كل واحد منا بيتكلم من وجهه نظره، ممكن انا اشوف ان انت متحيز للاهلي، ممكن الكابتن شريف هو شايفه متحيز للزمالك، فكل واحد بيتكلم من وجهه نظره، وهي هنا فكره البرنامج ان هو كل واحد بيتكلم من وجهه نظره الشخصيه، ودي وجهه نظرك برضه محمد احييك عليها. انا معايا ام محمد من الشرقيه، خليك تعقب طيب. بس هنتاخر عليك يا ام محمد ثواني بس. لا لا ماشي عشان لا انا معلش خد ام محمد. طيب ام محمد مساء الفل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن احمد معايا؟ معاكي مع حضرتك. معلش انت كابتن شريف، امنيه ورجاء من ام لابنها تحت امرك. بيلعب حلو بس مش عارفه اوديه انهي نادي، وانا مش معايا مقدره اصرف عليه، فامنيتي الوحيده وامنيه ابني ان انا احققها له ان هو حد منكم يستناه. طيب عنده كام سنه؟ هو لسه يعني عنده 15 سنه. 15 سنه. طب ما طب هو فين محمد، اسمه ايه؟ طيب اسمه امجد استاد رمضان. امجد. طب هو جنبك ولا مش جنبك؟ لا هو نام دلوقتي حضرتك. طيب ممكن بس تسيبي رقمه في الكنترول او خدي رقم من الكنترول وتابع معايا، لان انا عايز اساله على كام سؤال، بيلعب مركز ايه، طوله ايه، لعب بيلعب في نادي قبل كده وما بيلعبش، في حاجات هو اللي هيعرف يجاوبنا عليها، وعنيا حاضر اللي في ايدي وفي استطاعتي هعمله. تحياتي ليك يا ام محمد. اخد حماده. اتفضل حماده. الو مساء الفل عليك محمد، ازاي حضرتك؟ اخبار ايه؟ الحمد لله تمام. مسي على الاستاذ شريف عندك والنبي يا شيخ. هو سامعك ومس عليك يا سيدي. حبيبي حبيبي الزملكاويه كلهم. انت زملكاوي؟ اكيد طبعا. اكيد بتعرفوا بعض؟ القلب بيحن. لا ده كان تقريبا الحلقه اللي فاتت بقول له تاهلاوي، حد بيقول له انت اهلاوي ولا زملكاوي، فبيقول الحمد لله زملكاوي الحمد لله، زملكاوي الحمد لله. في اللي بعده بيقول له انت اهلاوي ولا زملكاوي، بيقول لي زملكاوي الحمد لله. طب ايه علاقه زملكاوي بالحمد لله؟ مش عارف انت كده افتكرتني. ها افتكرت طبعا. معاك يا حماد. وبعدين انا قلت لك جمله شهيره جدا الحلقه اللي فاتت بتاعه المحتل، الاحتراف والانتماء للجماهير بس مش لل. احييك الكلمه دي، انا خدتها منك، وانا لما باخد حاجه من حد بعترف يعني. الكلمه دي من الجمل اللي فكرت فيها بعد الحلقه فعلا، الاحتراف للجمهور، ما حدش غير انتمائه غير نادي بيراميدز، عارف يجيب جمهور تاني كان اهلاوي وكان زملكاوي وخليه يشجع لما ده حصل. لا يعني هو نادي بيراميدز كان ليه جماهير ولا لغايه دلوقتي ليه جماهير؟ جماهير ايه بتاع نادي بيراميدز اللي بيشجعوه في الاستاد دول ايه؟ بفلوس. طيب ده بس كمل يا حماد، كمل يا حماده، معاك سامعك والله. صح يا شريف. معاك يا حماده، قول لي ايه رايك في الاحتراف الاول؟ لا اسمعني من التليفون بقى، شفت اهو. اه ما انا من التليفون بسمعك من التليفون. ماشي اتفضل. طيب. اتفضل قول لي بقى وجهه نظرك ايه؟ بالنسبه للحلقه بتاعت النهارده دي المحترفين. تمام. لو تبص للمحترفين بتوع مصر نلاقي كل اللي نجح بره بعيد عن اهلي وزمالك. كل اللي طب ما هاني رمزي نجح بره. كل اللي نجح بقى يعني كل اللي كان نجح بره سواء صلاح النني المحمدي الا باستثناء مثلا ممكن نقول هاني رمزي مثلا او اسم او اثنين بس سواء من اهلي او من زمالك. حلو برضه ملحوظه جميله. وعلى فكره ملحوظه جميله. عايز استاذ شريف يتفق معايا بس في المعلومه دي. لا معاك طبعا معاك. انه الاعلام عندنا في مصر هنا بيلم الاهلي والزمالك
فوق يعني. لا معاك معاك بيلمع صورة ايه؟ بقول لك انه يعني السبب يرجع لان الاعلام عندنا في مصر هنا بيلمع لعيبة الاهلي والزمالك بيدوهم وضع يعني لا لا بص يا بالعكس والله يا اقول لك على حاجة اقول لك على حاجة اه ممكن يكون الاهلي والزمالك واخدين حقهم اعلاميا شويه لوجود بص على فكره ما تجمعش دايما مش ما, 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 ما نمشي ما نمشي زي بقيه البرامج الاهلي بص الاعلام بيلمع الاهلي عم انا اتكلم من وجهه نظري لا ما عشان ما تنرفزنيش الاعلام على فكره مش عايزك احنا 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 يعني لينا عينين وربنا ادانا عقل عشان نفكر ولا عشان قوالب ثابته نرددها لا مش قوالب ثابته نرددها بس انا بقول انا الكلام اللي انا شايفه من وجهه نظري لا ما فيش حاجه اسمها الشمس حماده بتاع. يرديك كده حماده انت اللي دخلت عصبت الكابتن شريف يا حماده لا 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 الكابتن شريف ده حبيبي تحياتي ليك يا حماده بص يا كابتن شريف ماشي اه الاهلي والزمالك لا لا ليه الاهلي بس الاهلي بس طب ما في قناه لنادي الزمالك ولاعيبه الزمالك ظهرت في معظم البرامج ومعظم القنوات ظهرت امتى قناه الزمالك ظهرت امتى ظهرت بقالها 3 4 شهور بس ماشي بس ما كانوا برضو ليهم برامج ما برنامج زملكاوي ده بقاله قد ايه برضو اديله كم ما يكملش بتاع 6 7 شهور 6 7 شهور ايه ده بقاله 3 سنين لا 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 3 سنين ده قنوات قامت وقنوات قعدت وقنوات قفلت وقنوات راحت وقنوات جد وبرنامج زملكاوي بص انا هجيبها لك من الاخر بقى يا استاذ محمد واللي يزعل يزعل واللي وكاله الاهرام ايام ما كان ماسكه رعايه النادي الاهلي تمام ولغايه دلوقتي ما اعرفش انا كابتن حسن حمدي كابتن حسن حمدي وكاله الاهرام كانت بتعرف تعمل سبوت على لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت لك بالظبط انتوني كوين اللاعب يطلع من مصر سواء كان انا مش هقول كل اللعيبه كانت وحشه اللاعب يطلع يحترف من مصر بره تعمل عليه سبوت وتفخم فيه وا 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 نجم الجماهير وا وا والاسطوره بتاع الكره المصريه والكره المصريه ما جابتش زيه والكلام ده كله فاحنا ماشيين بمبدا الزن على الودان امر من السحر يعني الكره المصريه بتدار كده تدار كده لا ده انا عندي تعليق كبير عليها بس اخد حمدي يا حمدي مساء الفل حمدي الحسيني مع حضرتك من بسيوم اهلا وسهلا بيك بسيوم اهلا بحضرتك يا فندم انت بلد بلد المحمدي تقريبا كده محمدي ومحمد صلاح محمد صلاح من عندنا من بسيوم تمام انا هتكلم مع حضرتك عن الاحتراف انا هلفت نظر حضرتك بس لحاجه في قطاع الناشئين في مصر تمام يعني اتمنى ان في قطاع الناشئين في مصر يتم الاختيار بنزاهه وشفافيه لان ابني دخل اختبارات كثيره من على مدار مثلا حوالي 4 سنين يعني الاهلي الزمالك الانتاج طنطا يعني كلها كانت بتتبني معلش على محسوبيات وكده ابني اختبر في طنطا 8 اختبارات ونجح فيهم كله وعند الاستماره واستبعد في اختبار المقارنه الاخير ولعب قبل كده في بتروجيت ولسه واخد السجن من مركز شباب بسيوم 2005 ومميز ومع ذلك لقينا في كل الانديه للاسف يعني بتبقى مبنيه على اهواء شخصيه ونواحي ماليه والله طيب ممكن يعني طيب كم حاجه ثانيه بعد اذن حضرتك استاذ محمد اتفضل ابني دخل في مشروع الالف محترف وكانت الاستماره ب 120 جنيه ولعب كويس وجاب جونين على فكره ومع ذلك محدش اتصل بيه ولا قال له اي حاجه الكلام ده بقاله قد ايه طيب الكلام ده بقاله قد ايه الكلام ده بالظبط ما كملش 4 شهور والله وخمس شهور طيب ما تنساش ان احنا في ازمه برضو ان كل النشاطات متوقفه احنا في ازمه يعني لسه برضو ما نحكمش على عدم اتصالنا بي في الالف في مشروع الالف محترف لان احنا في ازمه بقالنا شهرين اهو بقالنا شهر ونص قعدتك كان الكلام ده في شهر 7 اللي فات ما انت بتقولي بقى لي 4 شهور يعني طيب. حضرتك كلامي صحيح على فكره طيب ابنك مواليد 2005 يعني 15 سنه 2005 ما بيلعب في نادي ايه دلوقتي حاليا ابني كان بيلعب في مركز شباب بسيوم حتى الان لسه واخد استغنى من حوالي 4 شهور طب حاجه ثانيه بعد اذن سعادتك ابني اختبر من 3 سنين في انبي كان ماسك في 2005 الكابتن جمال السيد واعجب بيه لوحده كده وخده يمضيه قالوا ده ضعيف الولد ده كويس ومهاري بس ضعيف طيب هو حاليا بيلعب فين في انبي كده لا في بسيوم في بسيوم لا ما بقول لك خد استغنى من بسيوم طب ما استغنى عشان يوديه طيب فين طيب استغنى عشان يروح فين
ما هو حضرتك احنا ما اتحركتش بيه بقى، انا انتظرت عشان على ميعاد الاختبارات في شهر 6 اللي جاي. ايوه طب انت هو ليه خد استغنى؟ طيب ما انا خدت استغنى على اساس ان اشوف له نادي افضل في في مواعيد الاختبارات. طب وانت ليه خدت الاستغنى قبل ما تشوف له نادي؟ طب مش كنت تشوف نادي الاول يا ما هو حضرتك يا فندم ما فيش دلوقتي مكان انه يروحوا الا في ميعاد الاختبارات في شهر 6. طيب انا هستاذنك بس يا ريت يا تامر او يا ريت يا ملكه بس احط رقم تليفوني اللي عليه الواتساب وحط لي الصفحه اللي عنده شكاوى زي دي يا ريت يبعتها لي على الرقم اللي هيظهر على 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 الشاشه وانا اللي هقدر اساعد بيه انا تحت امركم فيه. طب ممكن اتواصل مع حضرتك من التليفون الشخصي بعد البرنامج على الواتساب على الرقم اللي هينزل كمان شويه؟ طيب الرقم اللي هيظهر كمان شويه. حضرتك اي حد عنده مشكله في موضوع الكوره او في مشكله لعيبه اللي انا هقدر اساعد بيها ساعد بيه انا تحت امركم مفيش اي حاجه. عندك اي سؤال تاني؟ اتمنى والله ان قطاعات الناشئين دي يبقى فيها زي ما الكابتن ربيع ياسين كان بيختار بينزل كده ويبص في القرى وفي الريف ويلاقي واحد طفل موهوب ياخده يدخله نادي كويس وبيرعاه رعايه وممكن يبقى لاعب في دوري ممتاز ويحترف. يعني اتمنى ان الفكره دي تتنفذ وتسود. اتمنى والله ان شاء الله باذن الله. اللي بيشوفونا بس ده الرقم اللي موجود على الشاشه ده رقم الواتساب الشخصي بتاعي ودي صفحه اللي هي جو ميديا برودكشن. اي حد عنده اي استفسار او اي حد عنده اي مشكله يبعتها لي وانا اللي هقدر اعمله ان كان في مشكله في لاعب او كان في مشكله في اي حاجه. وبرضه عشان افكر الحلقه اللي فاتت من كل روح رياضيه انا رجعت تاني مبادره عاش بس عاش بالبيت عاش برضه عشان احنا دلوقتي مفيش جيمات مفيش نوادي مفيش اي تجمعات فيا ريت نمارس الرياضه من البيت. اي حد بيمارس رياضه في البيت يا ريت يبعت لي على الصفحه او على الرقم الموجود ده فيديو يكون مصوره هزعه له الحلقه اللي جايه ونعلم ازاي اللي موجودين في البيت حاليا ان هم ما بيعرفوش يتدربوا ازاي نتدرب بكل سهوله في البيت. ناخد معايا بس اتصال تاني يا كابتن شريف. انا عارف ان انت عايز ترد على حماده تقريبا او على محمد بس جاي لك. كابتن محمد الصاوي مقدم برنامج صرخه ناشئ مساء الفل عليك. مساء الفل يا استاذ محمد ازي حضرتك؟ حبيبي عامل ايه؟ ازي حضرتك منور قناه الصحه والجمال وان شاء الله بقدر على الشغل الجميل اللي على الشاشه. ربنا يخليك. انا حبيت اعمل مداخله عشان ابارك لحضرتك وابارك لكل القائمين على قناه الصحه والجمال على الشغل المميز فعلا. ربنا يخليك. في القناه خلال الفتره اللي فاتت دي تواجد الاستاذ محمد في الاداره للقناه فعلا. انا وكاله للقناه بشكل كبير. الله يخليك. اولا انا وكاله للقناه مش 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 اداره. انا عارف يا فندم. انا عارف الاداره موجوده وكل قلب بصراحه واقفين معانا وقف جدا. لا لا ما شاء الله الله اكبر. يعني شغل مميز وانا بحيي القائمين كلهم على قناه الصحه والجمال على الشغل الجديد. الله يخليك وبارك لكم ودايما نجاح لنجاح ان شاء الله. ربنا يخليك تحياتي ليك. وايه رايك في موضوع الاحتراف الاول؟ النهارده البرنامج مميز والحلقه كويسه جدا والاستاذ شريف مع حضرتك ان شاء الله. الموضوع ده موضوع مهم جدا يا استاذ محمد وحضرتك اتطرقت لنقطه مهمه جدا في الاحتراف لان احنا عندنا مشكله كبيره قوي. يعني فكره الاحتراف في مصر بشكل عام يعني انت عارف ان وكلاء اللاعبين وعارف ان الكلام ان اللاعب بيطلع يحترف في اوروبا فده بيتسمى محترف. الاحتراف ليه معايير يا استاذ محمد معايير كبيره واحنا عشان خاطر عشان كده دايما الدوري الانجليزي ناجح لان هم عندهم الاحتراف بيتطبق بحذافيره. يعني يقول لك مثلا اللاعب اللي لعب في الدوري الانجليزي لازم يكون لعب 70% مثلا من مباريات المنتخب بتاعه. احنا عندنا في مصر بنجيب الرديف بتاع اللعيبه الافارقه بنجيب لعيبه دون المستوى فاحنا عندنا مشكله في الاحتراف سواء الخارجي او الاحتراف عندنا في الدوري المصري. تمام. دي موضوع مهم جدا جدا وانا بحيي حضرتك على النقطه دي لانه موضوع الاحتراف احنا عندنا لعيبه كبيره لعيبه كتير احترفت في اوروبا ما مثلتش اي حاجه في اوروبا ما عملتش اي نجاحات زي ما راحت زي ما رجعت لكن عندنا ما شاء الله الله اكبر لعيبه برده سابت بصمه في اوروبا كبيره وعلى راسهم الكابتن طبعا محمد صلاح. يعني احييك يا كابتن محمد وتحياتي ليك وشكرا على الكلام الجميل وبيتك بتنور فيه. شوف هتنور فيه امتى هتنور في اي وقت ان شاء الله باذن الله. يعني احنا بنحاول نوصل للمشاهد نقط معينه لو خدنا بالنا منها او اهتمينا بيها الموضوع معانا هيختلف ان كان احتراف او ان كان انتماء او ان كان كل حلقه هنتكلم عن حاجه معينه ممكن لو اتعاملنا بيها بشكل كويس او بالاسلوب القيم للموضوع هنوصل وهننجح ونبقى في حاجه كبيره. يا ريت بس نبدل الارقام مع ارقام المشاركه عشان اللي عايز يشارك في البرنامج برضه. هسيبك ترد بقى. ماشي يا رجل. حسين كان نقطة كان حسين قال ان كابتن هاني رمزي خدنا 3 بطولات امم افريقيا وكان 90% من قوام المنتخب المصري
من النادي الاهلي. ده مع احترام الاستاذ حسين كلام مش مظبوط. لو انت افتكرت هتلاقي كان في المنتخب كان فيه زيدان، كان فيه حسن عبد ربه، كان فيه حازم امام، كان فيه نادر السيد، كان الزمالك ساعتها نادر السيد. ادي حسبنا خمس ست. ما كانش في الثلاث بطولات ورا بعض؟ لا انا بحسب بطوله من البطوله من الثلاث بطولات. هنحسب بطوله 96 او حاجه زي كده اللي كان فيها الخطيب ومش عارف ايه، كان فيها شوقي غريب، كان فيها حماده صدقي كان بيلعب في المنيا ساعتها ما كانش بيلعب في الاهلي، كان فيها محمد حازم بتاع الاسماعيلي. طب انا ممكن اسال سؤال؟ طب انت هترد على حسام في حاجه ثانيه عشان عايز اسالك سؤال مهم. ما انا مش انا فاكر قال نقطتين بس دي نقطه منهم. ادي يعني قال على ابو تريكه. انا على فكره برضو ده موضوع مهم. انا ما قلتش ابو تريكه عشان برضو هعيدها 100 مره، ما قلتش على ابو تريكه ان هو لعيب اخلاقيات وحشه، انا بقول اللاعب اخلاق على مستوى عالي جدا من الاخلاقيات. تمام. لو هنقيم اللاعب اخلاقيا هياخد احسن لاعب في مصر. طب مهاريا ويمكن في الوطن العربي. ومهاريا؟ مهاريا هيتساوى مع كتير من اللعيبه. طيب يبقى كويس. وانا قلت وحش؟ لا انا ما قلتش وحش. بس فكل واحد هيتصل يقول لك ده ما انا من وجهه نظري بقول لك الصحفيين ليهم وجهه نظر ثانيه او ليهم رؤيه ثانيه. بيقول لك اسطوره. لا يعني لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. انا شايفه لاعب عادي، مش هقول لاعب سيء، لاعب محترم مهذب مع تحفظه على 75% من تصرفاته. هنتكلم كوره فقط. الله ينور عليك. نتكلم كوره فقط. يبقى ماليش دعوه باخلاقياته بقى. لا بس هو بنتكلم اخلاقيات كوره، ماليش دعوه باخلاقيات ما دي خارجية. على فكره التصرفات دي مرتبطه بالاخلاق. على فكره اللي انت يعني بتجرجرني الحته، لا اما احكي عن اخلاقياته جزء من كل، لا اما احكي عن مهاراته. تختار ايه؟ هو لعيب ولا لا؟ نلخصه في كلمه علشان نرد عليه، او انت لو عايز ترد عليه. ان احنا ما انا بقول لك كلاعب كوره، كلاعب كره قدم يتساوى مع كتير من اللعيبه. كاخلاقيات هو الواحد ما يقدرش يعيب على اي اخلاقياته يعني ايه التصرفات العاديه، لكن ليه تصرفات تؤخذ عليه وتاخذ عليه في سؤال عايز اساله لك. خلاص احنا خلصنا الحته دي. في سؤال أيوة. عايز اساله لك وبعدين احنا عايزين نخلص النني ومعايا كابتن مدحت الحكم على التليفون. بس في سؤال بس بعد ما اخد الكابتن مدحت تجاوب لي عليه. احنا ليه الفتره الاخيره بناخدها المنتخب اهلي وزمالك؟ ليه وصلناها الاهلي وزمالك؟ جاوبنا عليه بس بعد ما اخد الكابتن مدحت. كابتن مدحت مساء الفل. السلام عليكم. مساء الفل يا حبيب قلبي. مساء الفل عليك كابتن مدحت. تحياتي ليك. تحياتي ليك ولكابتن شريف اللي وحشنا دايما. اهلا يا كابتن مدحت. دايما بنستمتع بالحلقه بتاعتكم والله يا كابتن. الله يخليك يا كابتن مدحت، ربنا يخليك. بدايه بس لازم ابارك لك على التطور والتحديث في القناه. ربنا يخليك يا كابتن مدحت، ربنا يخليك. واضح جدا وحاجه شرف. الله يخليك، ربنا يخليك يا كابتن مدحت. انت اللي عينك جميله فشايف كل شيء جميل يا كابتن مدحت. انت مجتهد ويعني ودايما والله يا كابتن محمد مش مجامله، انا بستنى برنامجك وكابتن شريف بصراحه. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. على فكره احنا حاسين اتفضل احنا حاسين ان في ما بيننا وما بين بعض كيمياء كده فبتوصل للجمهور. طبعا طبعا هو ما شاء الله هو يعني فاهم ودارس وبس دايما يعني بتعصب بسرعه، احنا بنحبه ونخاف. والله بحاول ما اعصبوش يا كابتن مدحت، بس هو انت ما تحطليش السم في العسل. بصراحه جدا يا كابتن شريف حاجه، اول مره كابتن شريف يعني كابتن محمد الاقيه محايد قوي كده وجايب حد زملكاوي صميم يعني. على فكره انا محايد والله. يا كابتن شريف يعني على فكره ده معظم اللي عندي زملكاويه على فكره. معاك حبيبي يا كابتن. حبيبي يا كابتن مدحت، تحياتي ليك. ان شاء الله محضر لك. صباح الفل عليك. يا رب تعجبك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن مدحت هتكون معايا في حلقه قريب بيتم ترتيبها وموضوع شيق هنتكلم فيه. تحياتي ليك وتحياتي لكل الحكام. وناخد محمد. مساء الفل عليك. محمد مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. مساء الفل عليك. ازيك وازاي كابتن شريف؟ منورين الشاشه. كابتن شريف هو مش متعصب النهارده خالص. طبعا مش
مش عايز اقول كلام حلو لان الكلام اتقال طبعا. البرنامج جميل وسهره جميله والشاشه منوره بيكم. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك. انا بس عندي نقطه، انا متابع الحلقه من الاول طبعا، بس في نقطه ما يعني ما قدرتش اسكت صراحه يعني. طبعا انا بشكر الكابتن شريف على الكلام الحلو في نقطه الكابتن محمد ابو تريكه اخلاقيا، انه فعلا اخلاقيا احسن لاعب في مصر. فانا عايز اسال سؤال للاستاذ محمد رمضان والكابتن شريف. اتفضل. ايه الحاجات اللي تبين لي ان اللاعب كبير او ان ده لاعب يتقال عليه اسطوره؟ طيب ده حاجات كتيره. طب ثواني يا استاذ محمد عشان اكتب وراك وبعد كده ماشي. اجاوبك. ماشي. اسطوره. حاجات كتيره. حاجات كتيره. في حاجات اخلاقيا تمام، في التعامل مع زملاته في الملعب، زمايله في الملعب. لا لا ما بتحسبش كده، ما بتحسبش كده. بص اصل هي لو لها مقياس، بص يا حمام لو لها مقياس هنتعب، بس في حاجات كده بتبقى عنده الجمهور هي اللي بتتكلم لوحدها او بتتقال لوحدها. على سبيل المثال احنا لما عرضنا صوره الكابتن حسام غالي، اول كلمه قالها الكابتن شريف بالرغم ان هو زملكاوي واكيد قلبه مش راح لاي حد من النادي الاهلي، قال لك ده كابتن وكان قائد. فالحاجات اللي بتوصل للجمهور من القلب هي دي اللي بتقيم ده اسطوره او مش ده اسطوره. تمام. فمالهاش مقياس، مالهاش ولا الاخلاق مقياس ولا الاداء مقياس ولا الكلام ده كله مقياس. تمام. الدليل اقول لك الدليل، اقول لك الدليل. مش طارق حامد، مش كابتن طارق حامد يعتبر رمز من رموز فرقه نادي الزمالك دلوقتي ومعشوق جماهير نادي الزمالك؟ صح. هل هو لما هاجي احطه جنب كابتن ابو تريكه هل المواصفات واحده او الاداء واحد او الاخلاق واحده؟ لا. بس فهي القصه كلها ملهاش مقياس، هي ليها اللاعب ده قدر يوصل يوصل لقلب الجماهير ازاي. صح. فمن هنا الجمهور هو اللي لقبه باللقب. تمام. دبلوماسي كده. انا لما قلت لحضرتك مقاييس، انا عايز اقول لك ان في حاجات كتير قوي قوي الجمهور بيبينها او ايا كان حد بيحددها في اللاعب، انا شايف انها كلها متوفره في كابتن محمد ابو تريكه انه يتقال عليه اسطوره. في نقطه تانية. طبعا. انا لما اجي اقول حضرتك انا عايز كابتن شريف هقول له سؤال واحد قبل ما اقفل، حضرتك انا عايزك تجيب لي لاعب في مصر جاب بطولات لمصر والنادي في مصر في التاريخ زي الكابتن محمد ابو تريكه، ساهم في بطولات اذا كان نادي او منتخب في مصر زي الكابتن محمد ابو تريكه، عشان ما تجيش تقول لي انه هيتصاب ناس كتير. محمد صلاح. انا هرد عليه. لا 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 مش محمد. ليه محمد صلاح؟ لا. محمد صلاح لا. ليه؟ طيب عايز رد يعني دلوقتي؟ يا ريت يا كابتن شريف. طيب حسام حسن معلش تقارنوا باساطير ثانيه بيتقال عليها اسطوره زي شيكابالا في نادي ثاني. لا 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 بص يا بص يا عبد الرب في نادي ثاني. لا انا مش داخل ان انا اقول اهلاوي وزمالكاوي. احنا لسه ما جيناش لشيكابالا عشان اقول لك اسطوره ولا مش اسطوره. طيب في اي حاجه ثانيه يا محمد عندك؟ لا شكرا. تحياتي لك يا حماد وشكرا على الكلام الجميل. برضو هرجع واقول انت عايزنا قيم اللاعب اخلاقيا. احنا عدينا الحته دي. لا ما هو هو بيسالك سؤال. لا 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 مش هنرجع عليه، مش هنرجع عليه. هو بيقول لك مين في مصر جاب لنا بطولات؟ انا عندي حسام حسن. طيب. جاب لنا بطولات. هو فكرني. ما بقللش. ثواني بس ثواني اسمعني. فكرني لو كنت ناسي، ابو تريكه جاب للاهلي بطولة افريقيا في مرة وجاب لمصر بطولة امم افريقيا. بطولتين؟ لا واحدة. بطولتين؟ لا الجون اللي جابه في الكاميرون ضربة الجزاء الأخيرة. ضربة جزاء تعتبر بطولة؟ طب ما أنتوا حسبتوا كأس السوبر بضربة الجزاء بطولة الدنيا. يا سيدي قلنا ما قلناش عبد الله جمعة هو اللي جاب البطولة. بس. ما قلناش عبد الله جمعة هو اللي جاب البطولة للزمالك. لما أنت بتقول لكهربا هو بسبب إن ضاع ضربة جزاء هو اللي غير. أيوه ضيع ضرب الجزاء ضيع بطوله. طيب. ايه ده؟ ما لكن ما قلناش عبد الله جمعه اللي هو جاب البطوله للزمالك، هو شيء تاخد ضربه جزاء وجابها. يبقى نعمل عبد الله جمعه تمثال ونقول احسن لاعب في العالم. في 2012 هو والولا اسمه دوك احمد عبد الظاهر اللي هو اخر مباراه لعبها ابو تريكه. حاطط هدفين؟ اخر مباراه لعبها ابو تريكه كان حاطط هدف في مباراه 2-0 كان قدام فريق ميليديو سان داونز تقريبا هفتكر اورلاندو تقريبا كان فريق اورلاندو كان هو حط عبد الظاهر حط هدف وهو حط هدف. عبد الظاهر مين؟ ايه؟ عبد الظاهر احمد عبد الظاهر. احمد عبد الظاهر ما هو طيب جاب بطوله هو تاني. كان في النهايه ده؟ كان في النهايه وخلص المباراه وهو اختار الوقت اللي يعتزل فيه، واخد بطوله افريقيا جايب جون و طب احسب بطولات حسام حسن
احسب بطولات احمد حسام ميدو. احسب. لا لا المقارنه كده، المقارنه كده مش هتنفع. ما هو نفس العصر اللي كان فيه احمد حسام ميدو كان نفس العصر اللي كان فيه ابو تريكه. طب ما انا بقول لك ما انا مش عارف اقارن ما بينه وما بين احمد حسام ميدو. طيب على فكره، على فكره الجون اللي جابه في نهائي البطولة اللي كانت الكاميرون دي يحسب منه 95% زيدان. لزيدان. زيدان. احنا على فكرة ما نبقاش زي بقية الناس اللي هي تبص لمين اللي حط الكرة في الشبكة. طيب. لو نحسبها بالمنطق هو الكرة الوحيدة اللي تحسب له برضه تحسب لفلافيو اللي لعبها له بس تصرفه فيها كان كويس. مش عايزك تتعصب فهنكمل. طيب. النني عايز تقول له ايه؟ لا اديله فترة على الشاشة. هو اديله فتره في الملعب. هو عنده كم سنه النني؟ ايه كم سنه مش عارف انت ايه 34 حاجه و30. طيب عايز تقول له حاجه؟ ربنا يوفقنا. ربنا يوفقك. واللي بعده يا شباب احمد حسن. ما بحبش دي. ده قائد منتخب مصر اكبر يعني اطول واحد كان قائد لمنتخب مصر. بص يا كابتن يا استاذ محمد، اي لاعب لعب سواء اهلي او زمالك، واهلي راح للزمالك او زمالك جاء اهلي، انا بصراحه ما احبش، مش عايز اقول لفظ كبير، اللي يروح نادي تاني او يلعب في نادي ويبقى خيره الخير اللي بتاع النادي عليه ويروح يضيع تاريخه الجماهيري. لا مش لا تاريخه الجماهيري. لا لا انا جه الزمالك واعتزل في الزمالك، واكتر كلام مش مظبوط بيتقال من احمد حسن على الزمالك. طب الجماهير الزمالك بتحبه ولا ما بتحبوش؟ ما بتحبوش. لا. على فكره جماهير الاهلي بتحبه جدا بالرغم من راح الزمالك. ما انا جماهير الاهلي بتحبه جدا بالرغم ان هو راح الزمالك. لكن على فكره في يعني الواد بتاع الامارات ده اللي كان المصري حسين الشحات. لا 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 امال مين؟ ابن اللاعب بتاع ياسر، مش عارف ياسر المحمدي ولا اسمه ايه؟ الامارات عمر. لا لا لعب في الاهلي والزمالك برضه. حسين ياسر محمد. حسين ياسر المحمدي من اللعيبه المحترمه. الجماهير الاهلي بتحبه وجماهير الزمالك وجماهير الزمالك بتحبه. بس برضه هو تقريبا قعد سنتين في مصر تقريبا. هو لعب في الاهلي سنه ولعب في الزمالك سنه. لا لعب في الزمالك سنتين. طيب اخد محمد. ماشي محمد مساء الفل. مساء الفل عليك. ربنا يخليك يا فندم. معاك. بقول لحضرتك اتفضل. دلوقتي انا اول مره في حياتي احب واحد اهلاوي محترم زيك. الله يخليك. تسلم. استنى على الوقت رقم حضرتك دلوقتي. انا تحت امرك. ربنا يخليك. شكرا على الكلام ده. بصحيح يعني الاقي مع في مصداقيه واكلم حد في التلفزيون. انا تحت امرك يعني. شكرا على الكلام الجميل. وانا تحت امرك. كابتن الاستاذ حضرتك انا ما اعرفش اسمه. الكابتن شريف ده صديق وزميل ومقدم برنامج بدون اهداف. من الناس المحترمه جدا 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 كلامه مليون في الميه صح. تمام. انني ما اعرفش هو وصل ازاي للارسنال والكلام ده. دي نقطه. نقطه ابو تريكا. ابو تريكا لا يقل اسمه ده امام طلع النادي. معلش انا اسف يعني انا اظنش انا اول مره اتصل. لا معاك معاك تحت امرك. محمد بركات، محمد بركات ما يجيش فيه حاجه تفرع الشمال بالنسبه له ابو تريكا ده. يعني ابو بركات افضل من ابو تريكا. طبعا. بس معاك معاك. لا سيبه 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 سيبه. عاوز يعمل بعد اذن حضرتك. معلش الهوا مع حضرتك. انا بقول لك اول مره اتكلم في التلفزيون. لا معاك فضل معاك فضل. انا تحت امرك. واحد اسطوره في العالم بصرف النظر عن توجهه السياسي. انا ما بتكلمش اقسم بالله ما ليها دعوه بده ولا بده. انا بكلمك ككوره ككوره. ما احنا بنتكلم كوره فقط. ايوه. لا ما انت قلت اخلاقيات من شو يا استاذ محمد. اثبت اثبت على رايي عشان نعرف. انت قلت اخلاقيات. الاخلاقيات ما تتجزأش. الراجل داخل في حته تانية خالص. ما انا عارف الاتجاه السياسي والكلام. أيوة مش بتاعنا بنتكلم كوره. برضه الاتجاه السياسي يدخل من ضمن الاخلاقيات ولا ما يدخلش؟ اكيد طبعا. بس ماليش ان انا اتكلم فيه. ما انت مالكش. لكن احنا ليه يعني انا هل انا بسال دلوقتي معلش يا محمد خليك معايا. هل انا سالتك دلوقتي احمد حسن اخلاقياته؟ لان ما بانش منه اي اتجاه خلاص سياسي. خلاص خلينا نقيم الراجل كلاعب. طب قيمه كلاعب الله ينور عليك. قيمه ان هو بيلعب كوره كويس ولا وحش؟ احمد حسن عامل زي حسام حسن بتاع مصلحته. اربع حاجه مصلحته والفلوس. لا بص بص لا معلش بلاش. بص يا استاذ محمد. يا استاذ محمد اتفضل. لا انت كده كده الكلام مش اول مداخله. كده الكلام هتبقى اخر مداخله. انا عايز اقول حاجه. انا اسف بس كنت عاوز اقول حاجه بس بعد اذنك. اتفضل اتفضل. بالنسبه لابو تريكا كاخلاقيا في اللعب
لا كان بيعمل حركات لما بياخد ضربات جزاء. ازاي انت راجل بتقول انت بتاع ربنا وكده تاخد ضربات جزاء وفاولات مش يا استاذ محمد؟ اتفضل يا فندم. انا احييك بصراحه. دي نقطة. في حاجة تانية انني انا مش عارف ازاي وصل لارسنال، ازاي لعب في كل ده الله اعلم، ما اعرفش هي الكرة عامة والله اعلم سياسة، لان ممكن يكون هما في البداية ارزاء يا استاذ محمد ارزاء. دي نقطة. النقطة التانية يا فندم، في لعيبة ياما اقسم بالله العلي العظيم عندنا هنا في اسكندرية يتكسروا الدنيا مع البرازيل والارجنتين والحتت دي، بس للاسف الكورة للناس الاكابر بس. لا هي مش كده، وعشان كده احنا عاملين حلقة المحترفين دي. استاذ محمد اولا انا بشكرك على الكلام الجميل، نورت البرنامج واهلا بيك ان انت تكون اول مرة تعمل مداخلة، وحييك على الكلمتين الجمال اللي انت قلتهم. ولكن هي احنا بنختار مواضيع دايما علشان نحط رؤية للناشئين اللي موجودين او اللي بيشوفونا، ليه ده بينجح وليه ده ما بينجحش، ليه ده الجمهور بيحبه وليه ده الجمهور ما بيحبوش، بعيدا عن اي شيء. تحياتي ليك واهلا بيك مره كمان. معلش يا استاذ محمد اتفضل. دي فكرتني بحاجه. يعني حوالي مش هنقول 75، لا هنقل شويه في النسبه، حوالي 30-40% من ضربات الجزاء الراجل المتدين بتاع ربنا اللي خدها محمد ابو تريكه كانت غير صحيحه. ماشي. باعترافه هو على فكره هو قال. على فكره عمل ما اعترف بعد ما هو طب قال. المشكله على فكره زي الكابتن علي خليل في الزمالك كان ليه جون في الاسماعيلي دخل في الشبكه من بره والحكم حسبه، راح للحكم والزمالك كان في حاجه للجون ده، راح قال له لا يا كابتن الكره مش في الشبكه من بره، وهو ده الاخلاقيات. حد جاب سيره علي خليل في كده وهو في ماتش مش عارف ماتش ايه زائل اللاعب كفيه على وشه في وخد ضربه جزاء وراح شاتها وهلل وفرح وقلنا ده راجل بتاع ربنا. خلاص نكمل. ماشي نكمل. عايز تقول حاجه ثانيه على كابتن احمد حسن؟ لا ربنا يعين. اللي بعده شباب شيكابالا وكهربا وعصام الحضري. عصام الحضري ده شاف مصلحته، ده راجل بتاع بس فلوس. اسطوره. لا انا قلت لك الحلقه اللي فاتت الاسطوره اللي يطلق عليه اسطوره برضه كحارس مرمى، كحارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، ماليش دعوه بال طيب. الثلاثه احترف. ده فاشل. مين ده اللي في النص؟ وما احبش اتكلم عليه بصراحه. ماشي. شيكابالا لو هحكي عليه من الناحيه اللي الجماهير شايفاه بيها يبقى اعتبره في احترافه فاشل. ماشي. لكن انا بقول لك يعني ايه، في بقى هنا تدخل حته الحب والكره. انا شيكابالا زي ما قلت لك لو نزل وقعد على الخط وفرد رجليه احبه يبقى في الملعب عشان شيكابالا. انا متهيالي الراجل ده عارف ايه يعني، بيكلم الكوره، عامل مغناطيس في رجله هو والكوره بيلعب. على فكره انا متهيالي شيكابالا هو بيلعب مش مفكر لا في دوري ولا في كاس ولا في نقط ولا في، بيلعب عشان عايز يلعب ويمتع طيب. نفسه. في مقولة بتقول او في احصائية بتقول على شيكابالا انها معظم اهدافه في الفرق الصغيرة. يعني ايه معظم اهدافه؟ يعني معظم الاهداف اللي جابها في فرق صغيرة مش فرق كبيرة. يعني تقريبا حاطط جون واحد دولي تقريبا. صح؟ طب هو المدربين ما خدوش دولي. وقدام الاهلي جون واحد. طب ما بقول لك المدربين ما خدوش دولي. وعلى فكرة بص يا لا انا بقول مقولة انت اللي قلت فيها. ماشي ماشي. اي ماتش للاهلي فيه 3 4 الاهلي بيعرف يلعب على الزمالك كويس ازاي، مش عشان عرفانه و طيب. افاجئك بحاجه. اه انت تعرف ان جماهير الاهلي بتحب شيكابالا؟ اه بدل شتيمته بامه لا انا بكلمك بجد مش والله. مشكله ماشي بيحب والله العظيم بس بيحبه. خليني احكي الكلمه دي. ماشي. الاهلي بيلعب الزمالك الاول نفسيه. اه تاني حاجه الدوري اللي فات ده خده نفسيه. طيب ماشي نيجي تاني حاجه، الاهلي بينقي 3-4 لعيبه في الزمالك. ماشي يا جماعه امسكوا دول. على فكره كان في زمان لاعب اسمه شطه كان ينزل عارف بقى، كان المدرب بيقول له لو فاروق جعفر طلع راح المدرجات انت مالكش مش عايزك تلعب كوره، كان هدوكوتو دايما يقول له الكلمه دي، انت لازق لفاروق جعفر. طيب عشان الوقت ماشي عايز تقول حاجه للثلاثه تاني؟
لا شيكابالا أنا... شيكابالا لعيب شيكابالا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا شخصيا ده اسطوره ولن يتكرر ومش ولن يجود الزمان بواحد مثله. طب هكلمك انا كمشجع اهلاوي اذا شيكابالا لعيب في نادي الزمالك لعيب مهاري جدا لعيب لو كان في فتره من الفترات فكر وتريث في قراراته وبعض الامور كان مكانه في حته تانية ومن امهر اللعيبه اللي جت في مصر. انا بكلمك كاهلاوي. كهربا لسه ما نضجش مش كرويا فكريا مش عارف كان ممكن الدنيا تمشي ابسط من كده بكتير ان كانت اهلي او زمالك او ان كان ايا كان لكن الشو اللي اتعمل اللي عمله ده ربنا الشو اللي اتعمل ده كله ما كانش ليه اي 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 لازمه ولكن جماهير الاهلي بتحبه وجماهير الزمالك زعلانه منه. لا على فكره جماهير الاهلي مش بتحبه جماهير الاهلي بتحبه لا لا. طيب عصام الحضري سيظل بالنسبه لنا احنا كجماهير النادي الاهلي اسطوره يكفي اعتذاره ان هو خطا يعني حس بالخطا ان هو ساب النادي الاهلي في عز مكان النادي الاهلي محتاجه وهو الوحيد اللي نفسه يرجع النادي الاهلي من باي طريقه ليه وحسام ابراهيم نفسه وحسام ابراهيم لا انا بتكلم على الثلاث صور. معانا حاجه ثانيه يا شباب في اي صور ثاني؟ تمام. طيب عايز تقول اي حاجه اخيره؟ لا احنا قلنا كل اللي ممكن يتقال وفي لعيبه زي ما قلنا من الاول الحلقه في لعيبه رزق الهبل على المجانين وفي لعيبه تستاهل الاحتراف وفي لعيبه في مصر بتلعب احسن من المحترفين 100 مره ولو بصينا لحسن شحاته ما خد 3 امم افريقيا الاخ بيقول لك 90% كانوا من لاعبي الاهلي هتلاقي 90% ممكن تبقى المقوله صح 95% كانوا لاعبين محليين بس انت بقيت دبلوماسي لا مش طب ما كويس دبلوماسي دي وحشه انا على فكره على فكره الجماهير لو واخده بالها بس من انا قعدت الناحيه دي عشان علم الزمالك جنبي والله برغم ان الاهلي واخد بالك علم الزمالك على شمالي اهو تمام. طيب في نهايه حلقتنا انا سعيد بيك جدا يا كابتن شريف انا بحب جدا عاملين دوتو جميل جدا مع بعضينا نلخص الموضوع موضوع الاحتراف بره مصر اي لاعب بيلعب كوره في ان كان في اهلي ان كان في زمالك ان كان في اي فرقه في مصر انت عايز تكمل في الدوري المصري تاقلم مع نظام الدوري المصري وعيش معاه عايز تحترف بره تاكد ان انت اتعلمته في مصر هنا مختلف اختلاف تام عن بره مش لا وعايز يدخل المنتخب يحترف لا ما هو احنا خدنا بطوله ما انا بقول لك 2006 في الوقت الحالي احنا مش مهم البطولات في طيب. الوقت الحالي اللي عايز يدخل المنتخب يشوف له اي نادي لا مش وجهه نظر واختلف معاك في ده يا كابتن شريف نكمل عشان نختم اي لاعب عايز يحترف بره من صغره يكون عارف ان كل مكان هيروح يلعب فيه على سبيل المثال بره مصر او جوه مصر كل مكان ليه نظام لازم تكون فاهم ان النظام ده انت ترس فيه زي ما الكابتن شريف قال بالريموت انت تحت امر النظام ده اتدرب امتى اكل امتى اشرب امتى همضي عقودي امتى هينتهي العقد ازاي حتى في الانتقال ما بين نادي ونادي ما بنشوفش بره الشو والضجه والحوارات ومين بيتحايل على الموضوع ومين بيسيب نادي ومين بيهرب من نادي ما شفناش الكلام ده بره فانت عشان تنجح في الاحتراف بره تكون فاهم ان اكلك بحساب شربك بحساب كلامك بحساب ظهورك بحساب تدريبك بحساب وكله متأيد وكله متسجل لان في الاخر بيساوي عندهم ناتج الاحتراف بره بيقول ان المعادله لازم تطلع صح حتى لو ما طلعتش صح بتطلع الاختلافات بسيطه او الاختلافات طفيفه وعشان كده طول عمرنا بنشوف الدوري الانجليزي من اقوى الدوريات بنشوف الدوري الاسباني من اقوى الدوريات بنشوف برشلونه من اقوى الفرق في العالم بنشوف ريال مدريد من اقوى الفرق في العالم بنشوف البرازيل من اكتر منتخبات العالم الاقتصاد البرازيلي معتمد على ما دي خطط من اكتر الخطط اللي موجوده للمنتخبات خطه المنتخب البرازيلي اتكلمنا عن خطه المنتخب الالماني ازاي قدر يطور الكوره في المانيا وقدر ياخد كاس العالم ويكسب البرازيل اقوى فرقه في العالم 7 اللي عايز اقوله اذا كنت عايز تحترف لازم تمشي على النظام اللي انت رايح تحترف فيه بكل اساليبه لان اي خلل فيه هيخليك انت ما تنجحش وعلى سبيل امثله كتيره زي الكابتن هاني رمزي احترف ما رجعش غير هنا بعد ما خلص كابتن محمد صلاح انتقل من نادي لنادي 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 وصيته بيعلى وسعره بيعلى ومن اكتر الناس اللي عملت رفعت اسهم الكره المصريه خارجيا بالتوفيق ليه دايما في نهايه حلقتنا احب اقول لكم اي واحد ليه هدف وعايز يوصل له لازم من صغره يكون هو عايز يعرف ان هو رايح فين ويبني خلصت حلقتنا وبقرر الصفحه جو ميديا برودكشن او الرقم اللي موجود على الواتساب اي حد عايز يبعت لي عليه يبعت لي نورتني كابتن شريف تحياتي الله يحفظك مش عايز حاجة وانا سعيد جدا والله ان انت حطيت لي سم بس مش كتير النهارده
تحياتي ليكم، استنوا الجمعة الجاية، مع السلامة.